الآن الأخبار الليلة من الحدث. الأخبار الليلة من الحدث، إليكم أهم الملفات. حزب الله يرد في حيفا، رسائل من نائب نصر الله، عراقجي يحذر إسرائيل، إيران إلى المنطقة الحمراء. وبجانب هذه الملفات أبرز العناوين، إليكم إياها. إسرائيل تؤكد مقتل هاشم صفي الدين، حزب الله بلا رأس. يونيفيل ترفض طلب إسرائيل بترك مواقعها في البحر وعلى الخطوط الأمامية. هيئة البث تنقل مشاهد لرفع العلم الإسرائيلي فوق مارون الرأس. بسبب نصر الله وإيران أزمة ثقة بين إدارة بايدن ونتنياهو. مرحبا بكم. تقول إسرائيل إن حزب الله بات بلا رأس، فقد قضى نصر الله وبعده قضى خليفته صفي الدين وأيضا نبيل قاووق وغيره من قيادات الصف الأول وكبار عسكري حزب الله، لا سيما فؤاد شكر، ومن ثم فليكن الغزو البري والبحري. هذا ما أكد اليونيفيل، وأيضا أكده حزب الله الذي بعث برسالة لإسرائيل أنه لا يزال في الميدان. فقصف حيفا بمئة صاروخ هو الدليل، كما بعث نائب الأمين العام نعيم قاسم برسالة أخرى تفيد أن وقف أطلاق النار بات أولوية والحزب تراجع عن وحدة الساحات. معنا من البقاع موفدة الحدث لارا نبهان من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية، تنضم إلينا موفدة الحدث ريم درباس من جنوب لبنان، تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من عندك لارا لأسأل عن آخر تطورات المشهد العسكري. حسين، نحن نمر بهدوء حذر هنا في منطقة البقاع على ما يبدو بالساعات الماضية، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي دائما ما نسمعه في سماء المنطقة. اليوم لم تكن هناك غارات مكثفة، ولكن كان في غارتين أوقعت الاثنتين ضحايا بين المدنيين. نتحدث عن آخر الساعات، غارة على بلدة الخضر على ما يبدو استهدفت منزلا يؤوي 18 شخصا من عائلة واحدة. كان في نداءات لأشخاص موجودين تحت الأنقاض لانتشالهم صليب الأحمر، هرع إلى هناك. الحديث يدور عن عدد كبير من الوفيات يفوق 10 أشخاص حتى هذه الساعة بحسب المعطيات، بوقت أن هناك مصادر أخرى تقول أنه يعني فرص انتشال الناس من تحت الأنقاض باتت شبه معدومة. بالنسبة كذلك لمنطقة البقاع الغربي، نتحدث أيضا عن غارة أدت إلى وقوع قتلين على منطقة يحمر. هذا بالنسبة للتطورات الميدانية حسين. أما بالنسبة لما كنا ننتظره من تأكيدات أو معلومات حول معبر المصنع تحديدا، يبدو أنه أتت الأجوبة بشكل أو بآخر. فبحسب مصادر الحدث، حصلت فعلا اتصالات مع جهات دولية لتنسيق أو حصول على ضمانات بعدم قصف المعبر إذا فعلا أصلحته السلطات اللبنانية من بعد، يعني كما يعني فعليا كالمشهد الذي رأيناه ب 2006.
وعلى ما يبدو الجواب أتى كما ب 2006 أنه ليس هناك ضوء أخضر لفتح معبر المصنع حتى الآن بحسب مصادر الحدث. ففعليا نحن نتحدث عن معبر مغلق تماما بالنسبة للآليات ولكن مفتوح بشكل كامل بالنسبة للناس الذين يريدون السير على الأقدام، العبور سيرا على الأقدام. وعلى الرغم من هذا الواقع حسين لعدة أيام الآن ما زلنا نتحدث عن ارتفاع بأعداد النازحين عبر هذا المعبر إلى جانب المعابر البرية الأخرى. ولكن تعلم أكثر مني حسين أنت أنه هذا المعبر هو الوجهة الأساسية بالنسبة للنازحين، بات العدد يفوق 400,000 ممن نزحوا من لبنان إلى سوريا حتى هذه الساعة، يعني نقارب النصف مليون حسين، هذا رقم مهول جدا بالنسبة لحركة النزوح ما بين لبنان وسوريا إلى جانب 1,200,000 من النازحين في الداخل. طيب العلم كل العلم عندك يا لارا، من عندك بشكل مباشر إلى ريمي أتابعها وهي ترسل أخبارا وتتلقى أخبارا، لا أدري ما الذي تقومين به، هل من أخبار جديدة ريمي الآن؟ في الحقيقة يعني صحيح أننا في الميدان حسين، ولكن نحن نتابع بطبيعة الحال التطورات السياسية وكل الجهود والمساعي. في الحقيقة يعني وصلتني صورة في هذه الأثناء من مكان استهداف هاشم صفي الدين، وكنت أحاول إرسالها إلى يعني إلى فريق العمل ولكن لم أتمكن من ذلك. لماذا لم تتمكني؟ سأعطيك يعني فرصة ريمي، هذه الصورة عفوا سأتركك لحظات كي تنجزين الأخبار التي نعم. بحوزتك أهم من حديثك لي الآن. أذهب إلى ناهد وأرسلي ما عندك وبعدها سأعود إليك. ناهد مرحبا بك، تطورات المشهد العسكري عندك. حقيقة حسين لن أتمكن من الإجابة عن هذا السؤال عن آخر التطورات في جنوب لبنان، لأنني منذ أكثر من ساعة ونصف لا نعرف أي شيء أو أي شيء يحصل في جنوب لبنان، لأننا قطعنا كليا عن الاتصالات أو عن أي وسيلة تواصل مع ما يجري خارج هذه البلدة. نحن منذ 5 أيام حسين قطعت الاتصالات كليا في بلدة ترميش وفي كامل الجنوب، ولكن تحديدا في هذه المناطق، ولهذا كنا كل الرسائل المباشرة نقوم بها عبر هذا الجهاز وهو التواصل عبر الأقمار الصناعية لإكمال رسائلنا المباشرة، ولكن الاتصالات كانت مقطوعة لأن بعض محطات الإرسال استهدفت والبعض الآخر خالية من الفيول وليست هناك من طرقات يمكن أن تسلكها سيارات المحروقات كي تتمكن من الحضور خوفا من الاستهدافات الإسرائيلية. لم تحصل هذه الآليات على أي موافقة إسرائيلية كي تتمكن من أن تحضر إلى محطات الإرسال وتملأها بالمحروقات كي تتمكن من العمل، وبالتالي منذ 5 أيام نحن بالفعل حرفيا قطعنا عن التواصل مع العالم الخارجي، كما هو السبب الأساسي لفقدان العديد من المواد الغذائية في هذه البلدة والذي بتنا نشهده منذ أكثر من أسبوع، أيضا لعدم قدرة التجار على الوصول إلى بلدة رميش لملأ المحلات الغذائية أو سوبر ماركت أو محلات الخضار بالمواد الضرورية، حتى الخبز فقد منذ أكثر من أسبوع في هذه البلدة. وبالتالي كنا نعتمد طبعا على الانترنت على الواي فاي في المكان الذي نتواجد به، ولكن حتى هذه الوسيلة الوحيدة التي كانت تمكننا من معرفة ماذا يجري في لبنان والعالم فقدناها منذ حوالي 1:30. لذلك حرفيا لن أتمكن من أن أجيب عن هذا السؤال، ماذا حصل في هاتين الساعتين الأخيرتين من غارات إسرائيلية أو من بيانات جديدة أو عمليات تصدر عن حزب الله. كل ما أستطيع أن أقوله هو ما حصل خلال ساعات النهار عندما كنا لازلنا على قدرة بالاتصال أو التواصل أو معرفة ماذا يجري من حولنا. طبعا بطبيعة الحال المشهد الأساسي في جنوب لبنان حسين هو العمليات البرية، عمليات التوغل البرية التي تنتقل من منطقة إلى أخرى. كنا في منذ بدء إعلان إسرائيل عن بدء عملية التوغل البري كانت بدأت من القطاع الشرقي والقطاع الأوسط، أي في العديسي وكفركلة والخيام، وهنا في بلدتي يارون ومارون الراس، وهو ما كنا نشهده من استهداف
هدافات مكثفة من تدمير لهاتين البلدتين. اليوم كانت رفع أو انتشرت صور نشرها الإعلام الإسرائيلي للعلم الإسرائيلي على حديقة مارون الراس. أود أن أوضح أن هذه الصورة أخذت من بعيد. كانت قوات إسرائيلية تقدمت إلى بلدة مارون الراس، إلى حديقة مارون الراس بمسافة 700 متر فقط، رفعت هذا العلم وبعدها عادت وانسحبت. وهو المشهد نفسه الذي تكرر في أكثر من منطقة، خصوصا وأن هذه القوات الإسرائيلية تتقدم بضعة أمتار وبعدها تنسحب في عملية كرو وفر تشهدها عدة بلدات. أما اليوم فقد انتقلت الصورة إلى القطاع الغربي للمرة الأولى، وهو طبعا ما كنا نتوقعه، خصوصا مع إعلان إسرائيل يوم أمس عن عدد من المواقع الإسرائيلية العسكرية كمواقع مغلقة، منها عرب العرامشة وحنيتة وشلومي ورأس النقورة. هذه المواقع تقع في القطاع الغربي، لذلك كنا نتوقع بأن يكون هذا الإعلان هو لعمليات توغل قد تبدأ، وبالفعل هذا ما شاهدناه. اليوم صباحا أو فجرا كانت هناك قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى بلدة اللبون المحاذية للنقورة، تم استهدافها برشقة صاروخية وبالقذائف المدفعية لإجبارها على التراجع. هذه القوة كانت تقدمت خلف مركز اليونيفل، وهو ما تحاول أن تقوم به أن تختبئ وراء مراكز اليونيفل في المناطق التي تحاول أن تتوغل فيها وتقوم بتصوير أو تشتبك مع عناصر أو مقاتلي حزب الله، أحيانا من مسافة صفر وأحيانا بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. لذلك هذا المشهد أيضا بات اليوم ينسحب على القطاع الغربي مع تكثيف سلاح الجو بغاراته المكثفة بالفعل على تلك المناطق ببغية تدميرها، كما فعل ببلدات أخرى، يقوم بغارات مكثفة عليها لتدميرها وبعدها قصف مدفعي أيضا مكثف كغطاء لعمليات التوغل هذه. نعم، أشفق عليك، يعني أنت تغطين من 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 الجنوب ومن المعركة والظروف يعني غير طبيعية، لذلك أنا يعني أريد أن أريحك قليلا وأذهب إلى ريمي. حجم المعلومات كبيرة. هذه الصورة وردت يناهد كذلك ريمي لارا من زميلتي ريمي درباس. الآن نحن نتابع هذه الصورة، حدثينا ريمي. نعم حسين، هذه الصورة التي وصلتني قبل قليل، وهي من موقع استهداف هاشم صفي الدين الذي حصل قبل أيام. كما تشاهد في هذه الصورة ما تزال أعمدة الدخان يعني ظاهرة في المكان، ولكن حجم الدمار في هذه النقطة يدل بطبيعة الحال على العملية التي نفذها الجانب الإسرائيلي. سأشير إلى أنه هنا كان أيضا مجمع ومنشأة لحزب الله بحسب ما أكدت مصادرنا بعد يومين من حصول عملية الاغتيال. هذه منشأة محصنة جدا، ولكن كما تظهر في الصورة سويت بالأرض نتيجة هذا الاستهداف الذي يعني كان شبيها لاغتيال أمين عام حزب الله. هذه النقطة يمنع حتى الساعة لأي أحد لسيما فرق الإسعاف والإنقاذ الدخول إليها من أجل رفع الأنقاض، وهذا واضح في هذه الصورة، لأنه بداية الدخان ما زال يتصاعد، أعمدة الدخان والركام والأنقاض ما تزال على حالها منذ حصول العملية. ويعني نحن وصلتني هذه الصورة، ويعني ربما في ظل الحديث الذي نسمعه من الجانب الإسرائيلي وعدم أي تعليق صدور أي تعليق من جانب حزب الله عن مصير القيادي في حزب الله، وهو كما كنا قد أشرنا قبل أيام عدم صدور البيان، نظرا لأنه أحد لم يتمكن من فرق الإسعاف الوصول إلى هذه النقطة من أجل رفع الأنقاض، وبالتالي من أجل الوصول إلى الجثمان وإصدار بيان ربما نعي للقائد في حزب الله. هذا بالنسبة للصورة. أما بالنسبة للصورة في الضاحية الجنوبية، هي يعني هدوء حذر جدا، مريب إذا جاز التعبير. هذه الليلة الثانية الذي تغرق فيه الضاحية بالهدوء الحذر، ولكن يخرقه من وقت إلى آخر صوت طائرات الاستطلاع التي نراها على تحلق على علو منخفض. طيلة فترة بعد الظهر لا غارات حتى هذه اللحظة، لا نعلم ماذا ستحمله الساعات حتى أن واحدة اليوم كانت تحلق فوقك بشكل مباشر ريمي، أليس كذلك؟ قبل نحو ساعة، ساعة ونصف أو ساعتين. لارا صحيح. نعم.
لارا، أريد أن أسأل عن حال يعني حال المنطقة بشكل عام في ظل الظرف الأمني الآن، يعني حاجات الناس، التنقل، الاتصالات وغير ذلك. فعليا حسين، المنطقة كما بيروت تحت الرقابة، يعني طيران الاستطلاع أيضا موجود. قبل قليل كذلك سمعنا صوت جدار الصوت، يعني خرق لجدار الصوت. المنطقة الحركة فيها في المناطق التي لا تتعرض لقصف مكثف فيها حركة خفيفة ولكن شبه طبيعية بطبيعة الحال. الناس هنا عندما تسألهم عن الأوضاع يقولون لك إنهم مضطرون لمتابعة أعمالهم اليومية، خاصة في ظل أن البلد ما زال لم يتعافى من أزمة اقتصادية بدأت في 2019 وما زالت مستمرة. المناطق التي فيها عدد كبير من النازحين مثل المنطقة التي فيها أنا هنا أيضا تشهد كذلك حركة ما بين أهل المنطقة والنازحين كذلك، مما يعني يوحي بأنه وكأنه الأوضاع إلى حد ما طبيعية، الحركة طبيعية وهناك ناس في الشوارع، ولكن فعليا هي خليط ما بين ناس نزحوا إلى هذه المناطق وفقدوا منازلهم وناس يعني بحالة خوف دائم أن تمتد أيضا هذه الغارات إليهم. يعني الشيء الإيجابي الوحيد هنا أنه بالمقارنة مع حرب 2006 أنه الطرق ما زالت مفتوحة حسين، بمعنى آخر الإمدادات الطبية، الغذاء، الإمدادات الغذائية، كل شيء تحتاجه المنطقة ما زال بإمكانه أن يصل من بيروت إلى هنا، خاصة وأنه اليوم نتحدث عن المعبر الوحيد المفتوح للمساعدات والمعبر الجوي أي المطار. نعم. إلى الآن ما زالت هذه البضائع كلها تصل إلى المنطقة، المستشفيات ما زالت قادرة على التعاطي مع أعداد الجرحى، وبناء على هذه المعطيات هناك حركة شبه طبيعية إلى حد ما باستثناء طبعا المناطق التي تقصف، وسط خوف كبير من أن تتوقف هذه الأمور. أكيد في ارتفاع بالأسعار ببعض السلع، في كثير من الأشغال التي توقفت بالنسبة لكثير من الناس، البيع في الأسواق مثلا شبه متوقف. نسأل الناس هنا يعني يقولون أنه أصلا كان خفيفا والآن بات شبه متوقف، بس فعليا إلى حد ما ما زالت الناس قادرة على التعايش مع الوضع يعني في الوقت الراهن. هذا لا يعني أنه هذا الأمر يمكن أن يمتد إلى يعني فترة طويلة. ناهد سريعا كذلك، يعني الحال الاجتماعي الناس أو على الأقل ما بقي منهم في هذه المنطقة. هناك كامل الشريط الحدودي حسين هو مخلى من السكان باستثناء هذه البلدة التي نحن نتواجد فيها، يعني كانت فقط هذه البلدة وبلدة عين إبل، ولكن تم الطلب من السكان فيها مغادرتها قبل أيام، وبالتالي كنا رصدنا حركة النزوح هذه إما باتجاه بيروت أو باتجاه بلدة سرميش. يعني هناك حوالي 150 شخصا من أهالي بعين بلدة عين إبل نزحوا إلى هذه البلدة. بطبيعة الحال الأحوال أحوالهم كأحوال معظم النازحين، ربما الأمر المطمئن أن معظم الأهالي لا يزالون في منازلهم، ولكن فقدان المواد الأولية طبعا يصعب من أحوالهم. نتحدث عن العديد من المواد الأساسية التي كانت فقدت بسبب صعوبة وصول التجار كما كنا ذكرنا في بداية هذه الرسالة إلى هذه المنطقة وتزويد المنطقة بما يحتاجونه للصمود أكثر أو للبقاء في هذه المناطق. بقية المناطق الجنوبية هي أيضا كانت أخليت تحديدا منذ 23 سبتمبر، يوم وسعت إسرائيل باستهداف فاتها على كامل الجنوب اللبناني وقامت بتهجير الأهالي والعائلات. نعم. إلى أماكن النزوح، إلى بيروت أو أماكن أكثر أمنا. ومع توسع هذه الاستهدافات والتي باتت تطال المدنيين، كان هذا طبعا السبب الأساسي لإخلاء هذه المناطق. لذلك ليست هناك طبعا من صورة يمكن أن ننقلها عن الأحوال الناس هنا في المناطق، باستثناء طبعا ما يتعرض له المسعفون، الأطباء، الأطقم الطبية، رجال الإطفاء. يوم أمس قتل 10 منهم باستهداف مباشر لهم. يعني هؤلاء هم فقط من بقيوا في هذه المناطق، يعملون في هذه المنطقة في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة والتوترات. صح ناهد. ريمي، بأربعين ثانية فقط أريد أن أعرف منك فيما إذا كانت هناك مواقف سياسية على كلمة نعيم قاسم اليوم. في الحقيقة يعني هذه الكلمة المتلفزة وهي الثانية اليوم اللي الشيخ نعيم قاسم، كان هناك ردود فعل، الردود كانت يعني علقت على ما أسمته التضارب في الموقف الذي ورد في هذه الكلمة، ما بين التأكيد على أن حزب الله سيواصل مهاجمة أو الدفاع عن لبنان ومهاجمة إسرائيل، وبين الحديث عن وقف إطلاق النار ودخول في وقف إطلاق
إطلاق النار وقبول حزب الله إذا جاز التعبير بالمضي في أي مبادرة ربما أو جهود دبلوماسية تؤدي إلى وقف إطلاق النار. هذا التعليق كان الأبرز ممن سمعناه من مقربين ومن أنصار مناصرين لحزب الله على هذه الكلمة، مع العلم يعني الكلمة بحد ذاتها تتردد. نعم. على ما تداوله أو ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي يوم أمس بأنه كان استهدف نعيم قاسم في إحدى الغارات الإسرائيلية بداية من هذا الظهور، كان ردا على لارا هل من ما شيء قاله الجيش الإسرائيلي. لارا هل من شيء ريمي المعذرة، هل من شيء عندك؟ لا لا لا، فعليا فقط كنا عم نسمع بعض الـ يعني الهتافات فقط لا غير، ليس نعم. ليس هناك أي شيء يعني فعليا طيب. يذكر فعليا. نعم، شكرا جزيلا لكم من البقاع موفدة الحدث لارا نبهان، من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية موفدة الحدث ريمي درباس، ومن جنوب لبنان مراسلة الحدث التي تواصل الليل بالنهار الزميلة ناهد يوسف. شكرا ناهد. إذن مشاهدينا نتابع هذه التغطية من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ينضم إلينا موفد الحدث رائد الأخبار. رائد مرحبا بك، نستطلع منك ما الذي يجري من حولك الآن. حسين، بالفعل تعمل المدفعية الإسرائيلية على ضرب مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، ذلك بعد عدة رشقات صاروخية أطلقت من ذلك الجانب، رشقات متتالية شملت الجليل الغربي، شملت أصبع الجليل بشكل عام. أيضا تم كان هناك إعلان عن مسيرة اخترقت الأجواء ووصلت إلى منطقة قرية الغجر، ومن ثم تبعها إعلان بأن هناك ثلاثة مسيرات، ومن ثم أعلن مرة أخرى بأن التشخيص كان خاطئ. بالفعل هناك يعني على إذا شخصنا الوضع تطلق صفارات الإنذار، ومن ثم تبدأ الصواريخ التي تطلق من جانب لبنان جنوب لبنان حزب الله بالسقوط واستهداف المناطق العسكرية، كما منها عسكرية ومنها مساحات مفتوحة كما يقول الجيش الإسرائيلي، ومن ثم تبدأ المدفعية الإسرائيلية بالرد والقصف على مواقع إطلاق النار في جنوب لبنان، كما أننا نسمع يعني تحليق المقاتلات الإسرائيلية التي تشن غارات وهجمات على مقاتلين وعناصر لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية. بالفعل الأوضاع ملتهبة نوعا ما في هذه المنطقة، لكن منذ قليل أعلن الجيش الإسرائيلي أو كشف عن نفق من بلدة مروحين داخل لبنان يصل إلى مستوطنة زرعيت 10 أمتار في العمق الإسرائيلي، وقال بأنه دمر هذا النفق وأنه اكتشفه منذ عدة أشهر. العمليات العسكرية مستمرة منذ الصباح الباكر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة آخرين. أيضا يوهف جالانت كان في زيارة إلى الجبهة وهو وزير الجيش، وكان يشير إلى أن يعني نائب حسن نصر الله وهو صفي الدين قد اغتيل، كان هناك تلميح، لكن بعد ذلك الرئيس الوزراء نتنياهو أكد بأن يعني الأمين العام أو خليفة حسن نصر الله قد تم اغتياله بعملية عسكرية إسرائيلية. بالفعل يوهف جالانت أشار إلى أهمية عودة المستوطنين إلى منازلهم على الحدود، كما كان رئيس هيئة أو يعني قائد العمليات العسكرية في منطقة الشمال يعني قال بأن النازحين الإسرائيليين سيعودون إلى هذه المستوطنات بعد الأعياد، وهذا يعني أن العملية ربما تشهد تطور كبير خلال الأسبوع القادم. طيب. الأوضاع بالفعل مستعرة. الصباح الباكر كانت هناك أيضا ضربات صاروخية من جانب حزب الله، عدة رشقات، يعني أوضاع قصف متبادل حسين ما بين المدفعية الإسرائيلية يعني الطيران الإسرائيلي الذي يضرب بغارات مستمرة لا تتوقف، وكذلك لا زال حزب الله يقصف بصواريخ، أعلن الجيش الإسرائيلي قبل الرشقات الأخيرة عن 150 صاروخ كان أهمها والأبرز كما نعلم ما حدث في حيفا وعكا وإصابة 12 يعني مدني في تلك المنطقة. نعم.
شكرا جزيلا لك زميلي رائد الأخبار موفد الحدث من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. سنكون معك مع كل جديد يا رائد، فيما لو حدث أي متغير الآن نحن بانتظار كل المعلومات والتفاصيل منك. شكرا يا رائد. أفادت مصادر الحدث بأن الجيش الإسرائيلي طلب من قوات اليونيفيل سحب سفنها المتمركزة في البحر من منطقة الناقورة حتى مدينة صور، وذلك عقب إعلانه تنفيذ عمليات من البحر. وبحسب المصادر فقد رفضت اليونيفيل طلبا إسرائيليا بإخلاء مواقع القبعات الزرق في الخطوط الأمامية مثل منطقة مارون الراس في القطاع الأوسط، وهي مركز تابع للقوة الإيرلندية بالقوات الدولية، وأيضا في منطقة جل علام المعروف بالمركز 31، إلا أن اليونيفيل رفضت ذلك أيضا. وبحسب المصادر فقد حاول الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية تنفيذ عملية برية من منطقة عين إبل من أجل تطويق منطقة بنت جبيل، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك. في السياق ذاته قال حزب الله إنه أمر مقاتليه بالتريث في استهداف تحركات لجنود إسرائيليين خلف موقع لقوات حفظ السلام. وتحدث حزب الله عن رصد تحركات غير اعتيادية للجيش الإسرائيلي خلف مواقع عسكرية لليونيفيل في محيط بلدة مارون الراس الحدودية، تشير إلى أن اليونيفيل طالبت الطرفين بالالتزام بالأفعال وليس الأقوال بقرار مجلس الأمن 1701، والذي أرسى وقف الأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب 2006. من بيروت العميد الركن المتقاعد يعرب صخر الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي ينضم إلينا. مرحبا بك عميد. الآن ما يجري في مارون الراس، الناس تريد أن تعرف هل ثمة دخول بري لإسرائيل أو ثمة صد لهذه الهجمات من قبل عناصر حزب الله؟ مساء الخير سيد حسين. مساء النور. هي لا تزال ضمن مناوشات برية بهدف الاستطلاع، يعني إذا أقدم الجيش الإسرائيلي على التوغل قليلا بقصد أو بهدف السيطرة على قرية ما أو محور ما أو بقعة حساسة هو ويعود وينكفئ، هو استطلاع. لم يتقرر كما نرى الآن باحتشاد القوى، إذا رأينا تشكيلاتها لا نرى أنه الآن بصدد التوغل البري الجدي. هو يجري كل يوم عدة مرات على عدة محاور كي يضيع أين هو جهده الرئيسي. أحياناً يحاول التوغل في القطاع الشرقي، ثم أحياناً في القطاع الأوسط كما حدث مع بنت جبين، وأحياناً اليوم يحاول عبر القطاع الشرقي الغربي عندما طلب من قوات اليونيفيل الانسحاب من الناقورة. فإذا هو هذا القصد كي يضيع متى أو أين وأي محور وأي مسلك تقدم يريد أن يعبر منه. هذه محاولة إنهائية مفهومة بالخطط العسكرية كي أصرف النظر عن مكان ما وأذهب إلى مكان آخر. هذا ما تفعله إسرائيل، مناورات برية فقط. الآن أرى أنا وأظن أنها بهدف الاستطلاع واستكشاف كيفية وسائل وأساليب العناصر بالجهة المقابلة، كيف يقاتلون، ما هي وسائلهم، ما هي أساليبهم، كيف يتحركون، كيف يتدرؤون، كيف هي خطوط دفاعهم، ما هو عمقهم، ما هي خنادقهم، وأين هي الأنفاق. طيب. كل ذلك بهدف جمع المعلومات ريثما تأتي اللحظة ويقررون، وهذا ضمن خطة عمليات إسرائيلية لا أحد يعرفها. طيب. لهم عميد يعرب، الآن العاجل يظهر على شاشة الحدث انفجار في حي المزة وسط العاصمة السورية دمشق. إذن مشاهدينا، انفجار وسط العاصمة السورية دمشق يهز حي المزة تحديدا، هذا الحي مشاهدينا وسط المدينة، وهذا الحي مكتظ بالسكان، أغلب من يسكن في هذه المنطقة هم سوريون مدنيون. إذن هذا الحي مكتظ بالسكان وسط العاصمة دمشق، وهو حي حيوي مشاهدينا، لطالما تم استهدافه وتم الاعتداء عليه من قبل
الحكومة السورية تقول الاعتداءات من قبل إسرائيل، وهذا الحي كما تحدثنا مشاهدينا في وسط المدينة، مدينة دمشق. إذن مشاهدينا، صور أولية للموقع الذي نفذ فيه ما قيل إنها عملية اغتيال في حي المزة بدمشق، على حد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان هو من تحدث عن هذه المعلومات. عميد يعرب المعذرة، ولكن نحن نتابع ما يجري الآن. نذكر مشاهدينا بأن العاصمة السورية تعرضت لعدة اعتداءات في الآونة الأخيرة، هذه الاعتداءات من الإسرائيليين على العاصمة السورية دمشق، حي المزة تحديدا. إذن مشاهدينا، هذه الصور. لا تفرق كثيرا مشاهدينا عما يجري في بيروت، انفجار على ما يبدو بأنه الأعنف منذ فترات طويلة. تنعم العاصمة السورية دمشق بشيء من الاستقرار. هذا الانفجار مشاهدينا في حي مكتظ بالسكان، إذن كما نشاهد مشاهدينا هذا الحي مكتظ بالسكان المدنيين. نشاهد هذه الصور، الناس تحاول أن تساعد بعضها البعض. إذن الإعلام، إعلام الحكومة السورية يتحدث أن صوت الانفجار الذي سمع في العاصمة يرجح أنه ناجم عن اعتداء إسرائيلي استهدف بناء سكنيا في حي المزة بمحيط الأبنية 14، والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات. مشاهدينا، نذكر بأن هذا الانفجار حز وسط العاصمة السورية دمشق، حي المزة تحديدا. الإعلام السوري الحكومي يتحدث بأن صوت الانفجار الذي سمع في العاصمة يرجح أنه ناجم عن اعتداء إسرائيلي استهدف بناء سكنيا في حي المزة
بمحيط أبنية 14، والمعلومات الأولية حتى اللحظة مشاهدينا تشير إلى وقوع إصابات. المرصد السوري مشاهدينا يتحدث عن عملية اغتيال. نذكر مشاهدينا بأن هذه الاعتداءات متكررة على العاصمة السورية من قبل الطائرات الإسرائيلية، هكذا تتحدث الأوساط الحكومية السورية، وهذا آخرها الآن الذي نشاهد الصور التي تظهر على شاشة الحدث. صور أولية للموقع الذي تم استهدافه. هذه صور جديدة. نذكر فقط من انضم إلينا بأن هذا الحي هو حي حيوي مهم في وسط العاصمة السورية دمشق، وفي هذه الأوقات يكون مكتظا بالسكان، سكان العاصمة، وفيه شوارع حيوية مشاهدينا ومسار للسيارات تلاحظون من خلال هذه الصور. هذه الصور التي تأتي الآن مشاهدينا. مكتظ بالسكان، الأبنية متلاصقة، الكثافة السكانية كبيرة في هذا الحي مشاهدينا، وهو حي معروف لمن يزور العاصمة السورية دمشق، وهو حي يشتهر بالمحال التجارية وكذلك حركة مكثفة للناس فيه دائما في هذه الأوقات بين السادسة مساء حتى 12 ليلا. إذن الإعلام الحكومي السوري يتحدث أن هذا الذي جرى للتو هو اعتداء إسرائيلي على الجغرافيا السورية، على حي المزة تحديدا. نلاحظ مشاهدينا حركة الناس في هذه المنطقة، محال تجارية، أسواق، وكثافة سكانية عالية في هذه المنطقة. إذن مشاهدينا تلاحظون هذه الصور. نذكر للذي انضم إلينا الآن، الإعلام الحكومي السوري يتحدث عن اعتداء إسرائيلي على وسط العاصمة السورية دمشق، على حي المزة تحديدا، وهذا الحي مكتظ بالسكان المدنيون، أسواق تجارية، الأبنية متلاصقة فيما بينها البين، وحركة الناس في هذا الوقت في هذه المنطقة معروفة بأنها
كثيفة للغاية. إذن المنطقة هي بداية الشيخ سعد بالمزة تحديدا. هذه المنطقة في المزة بداية الشيخ سعد تماما، بنايات الـ14 كما يسميها السوريون. عميد أسعد مرحبا بك، العميد أسعد عوض الزعبي. هذه المنطقة الآن أنت تعرفها تماما، وأنت تعرف بأن هذه المنطقة مكتظة بالسكان، ما الذي يجري فيها؟ للأسف الشديد يعني رغم أنها حقيقة منطقة مكتظة بالسكان، أيضاً حتى خلال النهار الأسواق المحيطة فيها هي أسواق مشهورة في المزة، ورغم يعني سيكون فيها كثير من التواجد البشري، لكن حقيقة للأسف الشديد يعني الإيرانيين يعني كثيراً ما تخصصوا في هذه المناطق للأسف المكتظة بالسكان من أجل عملية يعني معروف أنهم يستخدمون المدنيين كدواء بشرية، وبالتالي كنا نعلم جميعاً وين في منطقة مكتظة بالسكان، منطقة أسواق يعني يرتادها الكثير من الناس، دائما الايرانيين وعناصر حزب الله للاسف يتخذون هذه الاماكن مقرات لهم. ماذا يفعل الايرانيون في هذه المناطق المدنيه يا عميد اسعد؟ يعني المنطقه يعني 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 انت تشاهد الصور، اغلب من تضرر هم المدنيون. ما لا شك في هذا بالتاكيد، وهم لذلك لا يسالون، يعني انا بعرف يعني هم يعني يعلمون تماما عندما يقومون بالسكن في هذه المناطق او يتخذونها مقرات لهم او مكان اجتماعات لهم، هم يعلمون تماما انه في حال في ممكن ان الطرف الاخر لا يستهدفهم باعتبار انهم مدنيين، لكن اذا استهدفهم فستكون الخسائر المدنيه كثيره، وهذا ما يريدونه يعني يعني هذا ما يريدونه، لذلك كان دائما اهتمامهم يصب واهتمامهم بالمقرات او الاماكن او حتى اماكن السكن التي يسكنونها كان دائما تكون في اماكن مكتظه، ربما يعني يعلمون ان الطرف الاخر لا يمكن ان يكون يستهدفهم بقصد. هذا ما ما يعني انا اميل اليه او هذا ما يعني اتحدث عنه. مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ينضم الينا. استاذ رامي مرحبا بك، ما الذي جرى في حي المزه؟ هي عملية اغتيال، مساء الخير، عملية اغتيال مشابهة لعملية اغتيال المستشار الإيراني في الأول من الشهر الجاري، وعملية اغتيال أيضا صار حسب نصر الله المعلومات الأولية تشير بوجود 4 قتلى على الأقل في هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد. إعلام إسرائيلي يتحدث عن اغتيال عضو كبير في الحرس الثوري الإيراني بهجوم المزة في دمشق الآن. قد يكون نعم هناك 4 قتلى فقط اللحظة، حرس ثوري إيراني موجود في تلك المنطقة، هل اغتيل وهل طالته؟ يعني عندما تحدثنا في الأول من الشهر الجاري استهدفت سيارة المستشار في الحرس الثوري الإيراني مجيب، لم يقتل في ذات اليوم، أصيب بجراح قتل بعد 3 أيام. ما الذي يفعله هؤلاء في هذا الحي المكتظ بالسكان المدنيين وأنت تلاحظ بأن هذه الصور كلها لمدنيين؟ يعني أنتم تعرفون هذا الحي، أغلب من يسكن هذا الحي هم من المدنيون يا أستاذ رامي. نعم نعم، يعني لذلك قلت أنا اليوم في تقرير المرصد أن هناك استياء من قبل الأهالي ويطالبون عناصر الحرس الثوري وحزب الله اللبناني بإخلاء هذه المنازل خشية من استهدافها من الإسرائيليين. جرت عملية إخلاء 5 منازل في منطقة المزة بدمشق من قبل حزب الله والإيرانيين، ولكن هناك الكثير منهم موجودين داخل الأراضي السورية. عندما تحدثنا في الأول من الشهر الجاري والثاني من الشهر الجاري في العاصمة دمشق في المزة 5 شهداء مدنيين كانت من بينهم إعلامية تقطن في تلك المنطقة، لذلك أقول بأن المدنيين السوريين هم ضحايا حقيقيين لهذه الاستهدافات الإسرائيلية المدانة بقتل المدنيين، ولكن هي ضمن الحرب الإسرائيلية الإيرانية على التراب السوري وداخل عميد أسعد السورية. ستبقى معي أستاذ رامي، ستبقى معي عميد أسعد، كيف يمكن حماية المدنيين السوريين من هكذا استهدافات لا ناقة لهم بها ولا جمل؟ للأسف الشديد هناك مطالبات حثيثة من المدنيين ومن السكان سواء كان في المزة أو في حتى في السيدة زينب وكل المناطق المحيطة، هناك مطالبات لا يريدون للأسف الشديد يتم إجبارهم أحيانا من أمن النظام من أجل القبول بإسكان يعني بالسكن لهؤلاء الإيرانيين، هناك مطالبات حثيثة لا يريدون السكن، كثير منهم باع منازلهم وكثير منهم رحل وكثير منهم سلم منازلهم، وهذا أيضا حتى ما حصل بأسواق دمشق، يعني أسواق دمشق التي بيعت إجباري بطريقة مرغمة
للمدنيين، اما ان يحرقوا محلهم او يدفعوا عليهم يعني يحملون كثير من الضرائب، او احيانا حتى يضعونه في السجون من اجل ان يبيع منزله او محله التجاري للايراني. ولذلك يعني عندما نتحدث ان هؤلاء ضحايا، نعم هناك ضحايا كثير. الاسبوع الماضي عندما قصفت منطقه المزه ايضا كان هناك ضحايا مدنيين اكثر من 8 أو 9. احيانا الاعلام لا يشاهدون ولا يعلم، والنظام يتكتم على مجموعه الضحايا. الضحايا كثر من المدنيين يدفعون ثمن تواجد الايرانيين وعناصر حزب الله والميليشيات ضمن هذه المنازل. وأبقي أنا ذكرت لك، هم دوما يختارون المناطق المكتظة وحتى الأسواق من أجل أن يعني ربما يحتموا فيها أو يغطوا أنفسهم بينهم، ظنا منهم أن ممكن يعني إسرائيل أن تراعي قضية مدنية. عميد أسعد، وهم يعلمون. طيب نعم. عميد أسعد، أستاذ رامي مرة أخرى ذكرنا بالأخبار التي حصلتم عليها في المرصد. طبعا الأخبار المؤكدة بأن هذا المبنى يتردد عليه أو يقتنه من الأصدقاء وتحديدا من الحرس الثوري الإيراني، وكان يتواجد فيه حزب الله اللبناني. هذه المعلومات وأنا أتحدث معك تصلنا من ذات الموقع الآن. هناك 4 قتلى مؤكدين، هناك ما لا يقل عن 15 جريحا في هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد. من بين القتلى بشكل قطعي 2 من جنسية غير سورية. هذا بالدقيقة التي أتحدث معك وتصلنا الأخبار من عين المنطقة. لذلك أقول بأن هي عملية اغتيال إسرائيلية جديدة داخل الأراضي السورية. لذلك يعني هم يعني بين المدنيين أو غير المدنيين، في النهاية إسرائيل يعني لا تعشق المدنيين لكي نقول دافع عن إسرائيل. إسرائيل قتلت في لبنان 176 مدنيا سوريا خلال أسبوعين. بالنسبة للقتل هو مستمر داخل الأراضي السورية وسوف يستمر طالما هناك صراع إيراني إسرائيلي على التراب السوري. النظام السوري وسوريا أرادت تحرير نفسها، إلا أن هناك خشية من أن تقحم إيران في هذه الحرب، وهي لا طاقة لها ولا زمن. ستبقى معي أستاذ رامي عبد الرحمن وكذلك العميد أسعد عوض الزعبي. نحن نتابع مشاهدينا هذه الصور. نذكر بأن هذا الحي وسط العاصمة السورية دمشق هو حي فيه كثافة سكانية عالية، يسكنه المدنيون السوريون، يعملون البعض منهم في التجارة وغير ذلك. هذه الصور تأتي من الحي بشكل مباشر. نلاحظ ونذكر بأن عميد أسعد أنت تعرف المنطقة، حركة كثافة السكان والحركة المسائية كبيرة يعني في العاصمة السورية بعد 7:30 تماما حتى 12:00 ليلا، خاصة في هذه المنطقة. صحيح، وخاصة في هذه الأيام، يعني هذه الأيام وهذه المنطقة، سوق الممتد، سوق المزة معروف تماما من أمام مستشفى المزة إلى حد حتى تصل حتى نهاية اتجاه المول. يعني إذا هذه البنايات على اليسار واليمين وتسمى بنايات 14 طابق ومملوءة السكان، طبعا يضاف إلى هناك كثافة سكانية في المناطق حتى شمالي البنايات 14، هناك سكن المخالف يعني غالبيتهم من القنيطرة وكثير أيضا ممن يعني عاملين بالحرس الجمهوري أو بالفرقة الرابعة. لكن أيضا قضية السوق، يعني السوق مهم جدا، بعد ساعات المغرب يكتظ بشكل طبيعي، حتى أحيانا حركة تتوقف من أجل السماح لمرور يعني المرة الذين يعني إما يشترون حاجياتهم أو حتى يتمشون في السوق. السوق هو يعني صار إلى حد ما سياحي، بمعنى الجميع وخاصة هذه الأوقات. اليوم إحنا يعني الجو ما زال الحرارة معدلة إلى حد ما، والأيام أو الليل بدأ يطول بشكل كبير، لذلك تكثر الحركة في هذه المنطقة، حي المزة بشكل خاص. وبالأساس هو يعني قبل حتى قضية السوق الذي أضاف كثير من التراكم السكاني، أيضا البناء الموجود سواء البنايات أو ما خلف البنايات في المناطق التي تعتبر مخالفة سكنيا، كل هؤلاء حقيقة لو تشاهدهم بساعات العصر يعني لن ترى أرضية الشوارع من كثرة الناس الذين يتنقلون. ولذلك من الطبيعي جدا أن يختار الحرس الثوري أو عناصر حزب الله أو الميليشيات الأخرى الرديفة التابعة لإيران، من الطبيعي أن تختار هذه المناطق، وهم يعلمون أن إسرائيل لن تبالي سواء مات 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، لأن أساسا النظام وإيران هم هذه النتيجة التي يريدونها، يريدون أن يقتلوا السوريين. ماذا تخسر إيران عندما تكون الضحايا؟ يا عميد أسعد، يا عميد أسعد والله ليس وقت تصفية الحسابات الآن. يعني أنت تشاهد هذه الصورة،
يعني من يكون على الجغرافيا السورية تشاهد أنت الصورة، يعني أطفال ونساء ورجال كبار، يعني السؤال كيف يمكن تخليص سوريا من هكذا مآسي وتخليص تماماً. يعني أبناء هذا الحي، يعني تمام، لديك سيناريو يمكن أن تطرحه لعل الحكومة تسمع به، لعل الأطراف المعنية تسمع به كي يتخلص هؤلاء المدنيون من هذا العبء؟ إذن هناك مطالبة شعبية كبيرة من سوريا، وأنت تعلم حتى الموالين في الساحل يطالبون بإخراج إيران وميليشياتها. لماذا إذن لم تسمع الحكومة؟ لماذا لم نسمع هناك طلب رسمي من الحكومة أو من رئيس الدولة؟ سيأتيك الدور أستاذ رامي، سأتي إليك بعد قليل، تفضل العميد أسعد. لماذا لم تسمع الحكومة، وحتى لماذا لم يسمع بشار هذه النداءات المستمرة، وخاصة يعني نقول من الموالين، لأنه ربما المعارضين ليس لهم أصوات تصل، لكن بالتأكيد الموالين أصواتهم تصل، وهناك الكثير ممن عرضت على شاشات الإعلام يطالبون بإخراج إيران وميليشياتها من سوريا، وهناك نداء عربي وهناك نداء أوروبي، لماذا لم يقم النظام بهذه المهمة وإخراجهم؟ ولكنك لن تقف في صف الإسرائيلي عميد أسعد، أليس كذلك؟ بالتأكيد يا أستاذ حسين، وأنت تدين ما جرى الآن بحق المدنيين. لا هذا يا أستاذ حسين، أنت تعلم مواصفات إسرائيل ارتكاب المجازر، كم من المجازر ارتكبت في غزة، اليوم هناك أكثر من 50,000 غالبهم أطفال ونساء، نتنياهو وحكومة نتنياهو وحتى الصهاينة لا يشبعون من شرب الدماء، سفك الدماء لا يشبعون، هذه مهمتهم وهذه سماتهم. أنا بالتأكيد أنا لا أقول مع إسرائيل، إسرائيل عدوة عبر التاريخ، عدوة في المذهب وعدوة في التاريخ. طيب. أنا لا أقول إسرائيل مجرمة وإسرائيل قاتلة وإسرائيل إرهابيين، هم أساس الإرهاب في العالم. طيب تفضل أستاذ رامي. يا سيدي الكريم، يعني إذا كنت معارض أو غير معارض، أنا قلتها أكثر من مرة، الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية مدانة، تقتل أنت إيراني وتقتل من حزب الله، لكن عندما قتلوا حقيقة الأمر نحو 27 في بصياف، كان جميعهم من السوريين وحتى العاملين مع إيران، لم يقتل واحد إيراني، وقتل شهداء مدنيين في تلك المنطقة بعملية الإنزال الإسرائيلية. لذلك أقول نحن نريد الآن إخراج إيران وأبحاث سوريا عن هذه المعركة أفضل ما ندخل في إطار علوية وسنية وغير علوية وسنية. سوريا التي تدمر الآن إذا ما شتت إيران سوريا على الحرب، لن يسقط بشار الأسد ستدمر سوريا، لن يتمكن الجولاني من احتلال حلب سوف تدمر سوريا، إسرائيل لا تحزق الشعب السوري، واليوم سوريا التي تدمر يا سيد الكريم، سوريا التي تستباح أراضيها، إيران تأتي إلى سوريا تخزن أسلحة في سوريا، إيران لديها عشرات آلاف من الميليشيات في سوريا، إلى متى هناك ضباط داخل قوات النظام ليسوا فقط علويين من السنة والعلويين والجميع رافض للتواجد الإيراني، رافض الانجرام لهذه الحرب، ما هو الحل؟ الحل للانفتاح العربي على سوريا كي تبقى سوريا، كي لا تبحث سوريا مثل غزة. نذكر ستبقون معي عميد أسعد أستاذ رامي، نحن نحاول الاتصال من الداخل السوري من دمشق، نحاول الاتصال بأحد ليخبرنا ما الذي يجري الآن، المحاولات متكررة مشاهدينا، وكذلك لنستمع إلى ما حصل على وجه الدقة تماما في هذا الحي المكتظ بالسكان المدنيين. عميد أسعد عوض الزعبي، هذا الانفجار وهذه الصور على ما يبدو بأنها الأعنف منذ أشهر طويلة، ليس كذلك؟ عميد أسعد تسمعني؟ أوكي أسمعك، تفضل أستاذ حسين. أقول لك هذه الصور يبدو بأنها الأعنف منذ أشهر، إن لم نقل أكثر من سنة، يعني على العاصمة السورية دمشق الآن.
بل أكثر من 3 سنوات 4 سنوات أكثر من 3 سنوات نعم. بكل غارة يستهدف فيها كما يقول الإسرائيليون يستهدفون فيها يعني ضابط هنا أو قائد هنا إيراني يكون هناك خسائر وضحايا من السوريين. وأنا أقول لك وتحدث فيها مرارا وألاف المرات لا خلاف بين إسرائيل وإيران، هم متفقين للوصول إلى هذه النتيجة من أجل ربما أن يقتلوا إيرانيا موجود في أحد الأسواق يقتلوا 10 من السوريين أو 20 من السوريين أو 20 لبناني، وهكذا حال لبنان وحال سوريا. هؤلاء ضحايا للاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل وإيران. لا يكون هناك خلاف بينهما، كما ذكرت الاتفاقات هي وصلت إلى هذه النتيجة لتصفية الشعب السوري، لتصفية اللبنانيين، لتصفية العراقيين، وهكذا حال هذا حال إيران وإسرائيل. كلاهما من نفس حظيرة الإجرام، كلاهما من المجرمين، كلاهما من الذين يعني يتغنون بسفك دماء العرب والمسلمين وحتى الأبرياء والمدنيين. طيب هل من تحديث للخبر أستاذ رامي من عندك؟ لا المؤكد حتى اللحظة 4 قتلى بينهم 2 من جنسية غير سورية في تلك المنطقة. كانت هناك عدة استهدافات نحو 15 جريحا بينهم مدنيين سوريين، من ضمن الجرحى أو الجرحى غالبيتهم من المدنيين السوريين. الاستهداف هو لشقة يتردد عليها حرس ثوري إيراني وحزب الله لبناني، والقتلى 2 من جنسية غير سورية. لا يعني أن القتيلين أو الذين قتلوا الآخرين ليسوا من السوريين، حتى اللحظة ما تأكد منهم أنه إسلام الجنسية غير سورية. 4 قتلى في هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد الذي يعني منطقة المنسى عندما استهدفت في أعتقد في الأول من شهر نيسان أبريل الفات وقتل ما يعرف بقيادة محور المقاومة، كان هناك يعني ضربة كبيرة على تلك المنطقة. ولكن يعني عندما قلنا قبل أيام يعني كيف من الغباء أن لا يعلموا أن تلك المنطقة ملغمة بعملاء إسرائيل ولا زالوا يقتلون في تلك المنطقة، لا يوجد بسوريا كلها غير المنزة يقتلون بها كي يقتل المدنيين. طيب. يعني أعتقد أن الأمر صعب جدا والوضع هو مستمر والقتل مستمر. اسمح لي يا أستاذ رامي اسمح لي، معنا عبر الهاتف المحلل والكاتب الصحفي الأستاذ غسان يوسف. تأخرت يا أستاذ غسان، مرحبا بك، ما الذي يجري الآن؟ هلا استاذ حسين، يعني بشكل عام يعني تعرفي ان هذه الاعتداءات تتكرر ودائما هي ذريعه يعني ملاحقه ما يعني هؤلاء الافراد الذين ياتون الى سوريا، وتدعي يعني اسرائيل دائما بانها تستهدف من هم تابعون لحزب الله لايران لغير ذلك. انا لا اعتقد ذلك، اعتقد بان الحرب شامله يعني على سوريا، على لبنان، على فلسطين، على كل المنطقة. يعني هي تريد إشعال المنطقة، كانوا يقولون لا يريدون إشعال المنطقة، لا يريدون مثلا توسعة الحرب. هذا الكلام غير صحيح كما تلاحظ. طيب فأعتقد بأن هذا يعني لا يمكن لنا أن نعطي لهم التبريرات ليقتلوا يعني شعبنا و أهلنا ومناطق ويستبيحوا يعني مناطقنا وبلداننا. عرفني أكثر أستاذ غسان، عرفني نعم. أكثر عن هذا الحي، حي المزة. نعم، الحي المستهدف الآن هو حي المزة طلعت الشيخ سعد بنايات 14. هلأ يعني حي المزة هو أكثر من حي، يعني لدينا مثلا مزة الشيخ سعد ومزة أوتستراد ومزة فيلا. بشكل عام لم يكن يستهدف يعني حي المزة طلعة الشيخ سعد أو حي 14، لم نسمع سابقا أن هناك اعتداءات جرت في هذا الحي. لكن اليوم لا نعرف لماذا، وهل هناك شيء جديد؟ أنا أعتقد بأن هو الآن أصبح الهدف هو ترويع يعني سكان العاصمة، ترويع السكان المزة، يعني تحريض السكان على القول بأن هناك من يأتي وهو السبب، يعني كما نسمع هذه اللهجة الجديدة. ولذلك أعتقد يعني بأن هذا الحي يعني ربما يكون سلسلة جديدة من الاستهدافات الإسرائيلية، يعني حتى أن الكثير من الاستهدافات التي كانت تجري لم يكن هناك أهداف واضحة كما نرى. ولكن اليوم يعني أنا أعتقد بأن يعني ربما سيكون اعتداءات في أحياء أخرى، ولكن هذا الحي هو حي شعبي أستاذ حسين تقريبا، يعني لأنه متصل ب يعني منطقة 86 وهي أيضا حي شعبي. سوق الشيخ سعد بشكل عام هو ملتصق ببنايات 14 وهو أيضا سوق تجاري قريب يعني من مستشفى المواساة، ليس كذلك؟
هو يمتد إلى مشفى المواساة، يمتد إلى مشفى المواساة، وجرى كما تعرف إقامة نفق المواساة الذي أصبح يعني عقدة ترقية هامة في هذه المنطقة. واليوم لماذا هذا الاستهداف؟ ربما كما قلت لك هو الترويع، وهو زيادة الترويع في العاصمة، وخصوصا في حي المزة، باعتبار أن حي المزة يضم السفارة الإيرانية ويضم بعثات دبلوماسية نشطة، وأيضا يعتبر من الأحياء الراقية في العاصمة دمشق، وغالبا ما يسكن به يعني مسؤولون مهمون وضيوف يعني يأتون إلى سوريا يسكنون في هذا الحي. ولكن في هذه المنطقة تحديدا لا يوجد يعني كما يعني يوجد في مثلا فيلا، دائما يعني هو المكان الراقي أكثر، يعني الفيلات والأستراد وغير ذلك. أما هذه طيب تسمعوني أستاذ غسان؟ إذن يبدو بأننا فقدنا الاتصال بالكاتب الصحفي غسان يوسف. أشكركم جميعا من إذن أشكركم جميعا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، وكذلك الكاتب الصحفي غسان يوسف، والعميد أسعد عوض الزعبي. شكرا جزيلا لكم. نذكر مشاهدينا بأن هذه الصور تأتينا قبل قليل لانفجار هز حي المزة وسط العاصمة السورية دمشق. تفضل أستاذ غسان. عميد أسعد، تريد أن تضيف شيئا سريعا؟ تفضل. أيوة أنا سمعت المتحدث من دمشق يعني يقول في يعني قبل أيام لما قصفت فيلا بيعفور كان هناك اجتماع حزب الله، عندما قصفت قبل 3 أيام منطقة المزة كان هناك 2 من حزب الله، قبل قصفت كفر سوسة وفي أماكن مختلفة، وحتى في يعفور وحتى في حمام بالأمس، حتى بقاع تحميمين. يعني كل قصف إسرائيلي هو إجرام بحق المدنيين، لكن نشاهد أن هناك عناصر من حزب الله. يقول هو يعني أنه هذا مبرر، هذا هو بكل الأحوال ليس مبرر، لكن إحنا المبرر من نضعه عندما يكون هناك عناصر أو قياديين من حزب الله أو من إيران موجودين في هذه المناطق، نحن نضع المبرر. نعم. علينا أن نبعد هؤلاء الإيرانيين ونبعدهم حتى نلغي هذا المبرر. هذا تحدثت به أكثر من مرة عميد أسعد، للأمانة أن تقول لا يمكن أن يكون هذا تبرير لإسرائيل، ولكنك تطالب بهذه الخطوة وصوتك لعله يسمع. يعني شكرا جزيلا لك عميد أسعد عوض الزعبي، شكرا للأستاذ غسان، وكذلك أشكر الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سنكون مشاهدين مع تبعات هذا الخبر. نقلت شبكة MBC الأمريكية عن مسؤولين أن إسرائيل قد تهاجم إيران خلال زيارة جالانت المقررة إلى واشنطن، مشيرة إلى أن واشنطن لم تبلغ إسرائيل بالقيود المفروضة أو موعد الهجوم على إيران. وبحسب الشبكة فإن جالانت وأوستن لم يبحثا إمكانية مهاجمة المنشآت النووية في إيران. الشبكة الأمريكية أفادت أيضا بأن إسرائيل تضع اللمسات الأخيرة على قرار الهجوم على إيران، وأن اجتماعات أمنية إسرائيلية جرت أمس واليوم لاتخاذ القرارات النهائية بشأن الرد على إيران. كما أفادت الشبكة الأمريكية بأن إسرائيل قد تستهدف البنية التحتية العسكرية والاستخباراتية والدفاعية الجوية الإيرانية، وربما أيضا تطال منشآت الطاقة الإيرانية. وكان وزير الخارجية الإيراني حذر إيران من استهداف إيران. الحكومة 14 في إيران، وكما في السابق هي ثابتة وراسخة على دعمها لمحور المقاومة. إيران قدمت دعما واضحا ومعروفا عند كل العالم للمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة، وهذا ما تفاخر به. نحن نوصي الكيان الصهيوني أن لا يعبث مع قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذا حاول أن يستهدف الجمهورية الإسلامية فإن الرد سيكون أكثر قدرة من السابق. وطبعا نحن وأي خطوة نقوم بها نتابع أي خطوة بدقة، وكل ضربة نتابعها بدقة، وأي رد لا نتردد فيه. نحن نضربهم
ونؤلمهم ونتوسع في مديات الصواريخ والطائرات، وسنطال المكان في الزمان الذي نقرره وفق خطتنا العسكرية الميدانية لتحقيق أهدافنا. أنتم ترون أن إنجازاتنا اليومية كبيرة جدا، مئات الصواريخ وكذلك عشرات الطائرات. من واشنطن مراسل حدث بيير غانم ينضم إلينا. مرحبا بك بيير. جالانت وأوستن والنقاش بين الطرفين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي يتم الاتفاق عليه فيما يخص الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني وفيما يخص لبنان أيضا؟ تسمعني بيير؟ طيب، إذا نحاول الاتصال بالزميل بيير غانم. بيير مرحبا بك. لا يجب أن ينقطع الاتصال، لا يجب أن ينقطع الاتصال بك أبدا أنت يا أستاذ بيير غانم. الاتصالات الإسرائيلية الأمريكية الآن، أوستن وجالانت، ما الذي يتفق عليه الجانبان؟ ما المرشح في هذه الاجتماعات المتكررة؟ لا أعتقد أن الجانبين متفقان على أمور كثيرة، فنستطيع القول أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية سعت وما زالت تسعى إلى كف إسرائيل عن القيام بهجوم على إيران. يستطيع هذا الهجوم أكثر من أن يدمر أن يثير بعملية تصعيد في منطقة الشرق الأوسط. يجب أن نكون من باب الدقة حسين، أن نقول أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت على أنها توافق على أن إسرائيل من حقها أن ترد، ولكن المفهوم العام الذي يتحكم بالإدارة الأمريكية هو لا رد ولا تصعيد والمحاولة إلى وصول إلى تهدئة في منطقة الشرق الأوسط. هذا ما كرره أيضا قبل قليل المتحدث باسم الخارجية، هذا ما تحدث عنه قبل قليل أيضا الرئيس رئيس هيئة الأركان المشتركة عندما يتحدث إلى نظيره في بريطانيا. يريدون التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حلول أكثر من أي شيء آخر. طيب، بالنسبة يعني لبنان، يعني هناك كذلك أخبار بيير عن أن دعما أمريكيا أو غطاء أمريكيا لبعض الأطراف اللبنانية من أجل انتخاب رئيس. لابد أن أسألك عن هذه النقطة، هل ثمت معلومات رشحت؟ تصلنا بعض المعلومات ولكن حتى اللحظة غير مؤكدة. الموقف الرسمي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو على الشكل التالي: منذ أشهر طويلة سارع الأمريكيون للتحدث إلى الأطراف اللبنانيين وبالواسطة إلى حزب الله، وكان هناك رجاء أن يتم فصل لبنان عن مشكلة غزة وأن تكون هناك حلول سياسية أيضا في لبنان، ولكن حزب الله لم يستمع، وأيضا حركة أمل ونبيه بري لم يستمعوا إلى هذه المطالب الأمريكية. الآن يرى الأمريكيون أن هناك ضغوطات حقيقية من قبل إسرائيل على حزب الله، وهذه الضغوطات العسكرية تقلل من قدرات حزب الله وتضع أيضا ضغوطا سياسية على حزب الله وعلى حركة أمل. وبالتالي ما تفعله الإدارة الأمريكية هي أنها تترك الأمور لبعض الوقت لتأخذ مكانها. هي حريصة أكثر من شيء آخر على أن إسرائيل لا تضرب البنى التحتية ولكن تقوم بعمليات استباقية عند الحدود وأيضا في ضرب مخازن حزب الله. بالنسبة لموضوع الرئاسة في لبنان والاتفاق السياسي، الأمريكيون لديهم موقف مبدئي ولكن ليس واضحا أن الأمريكيين يدفعون بالفعل الآن إلى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل حدث بيير غانم على كل هذه التفاصيل. نبقى مشاهدينا في ملفاتنا، والملف الرئيس ما يجري بين إسرائيل وإيران وما تدفع ثمنه المنطقة برمتها. من بغداد
ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سرمد البياتي، ومعنا من بيروت الكاتب الصحفي علي سبيتي، ومن بيروت مدير المركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية الدكتور إيلي الياس، وكذلك ينضم إلينا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان الباحث في الشأن الإيراني. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من عندك أستاذ سرمد، من أي العواصم تريد أن تبدأ؟ دمشق، صنعاء، بيروت، بغداد، عن ماذا نتحدث؟ يعني كل ما يجري الآن في المنطقة هو نار، وكل ما يجري ينسب إلى نزاع وعداء، البعض يصفه بالحقيقي وآخر يقول لا، ما من عداء بين إسرائيل وإيران. تفضل أستاذ سرمد. البداية تحية لك أستاذ حسين ولضيوفك الكرام. الآن يمكن العراق هو الوحيد اللي يعتبروه من محور المقاومة، ليس كحكومة إنما كفصائل ينظرون إليه هكذا، يعني الوحيد لحد الآن اللي سلم من القصف الإسرائيلي. بيروت يوميا تعرض للقصف، ودمشق هذه وحدها أريد أن تتركها في على جنب، لأن هذا الموضوع يعني حقيقة يسبب لي صداع في الرأس عندما أعلم أنه يوميا يقصفون ومنذ زمن بعيد، يعني يوم دمشق، يوم الحمص، يوم البوكمال، يوم اللاذقية، يوم هذه قصة اترك ليها على جنب. ثم اليمنيين ضمن محور المقاومة وتم ضربهم، يعني ميناء الحديدة ومحطات الطاقة الكهربائية والهذي. احنا يعني حقيقة استاذ حسين خلي انقل لك اياها بصراحة واعتبرها معلومة وليست تحليل، انا اقولها لك بانه رئيس الحكومة والحكومة اولا في هذه الفترة لا تتلقى يعني اي اوامر من ايران بالمناسبة، يعني خلينا نكون واضحين، وهذا الكلام يعني تقدر تعتبره موثوق. بالإضافة إلى ذلك هنالك قرار الحرب والسلم استطاع السوداني أن يأخذه من ائتلاف إدارة الدولة، وخلص قرار الحرب يعني دخول الحرب وقرار السلم خلص بيد الحكومة العراقية. لكن أستاذ حسين بنفس الوقت الرجل ده يبذل جهود عظيمة، يعني أتمنى أن توصل لك الرسالة عبر هاي الخطوط أكيد مع الفصائل زين، من أجل إيقاف ضرباتهم باتجاه إسرائيل، لأنه إسرائيل إذا حسبت أنه خلاص هذه أنتوا العراق ونضرب من الأراضي العراقية، إذا يجب أن نرد، عرفت له؟ لا يعني إذا رادت أن تستغفل نفسها وهي تعلم جيدا أن هاي الضربات ليست من الحكومة العراقية وليست من الجيش العراقي وليست من القوات الأمنية العراقية، لكن إذا رادت تعتبرها كبيرة خلاص إذا يجب أن تسيطرون أنتم على هاي الفصائل، وهم يعلمون أننا لا نستطيع السيطرة بالوقت الحاضر على هذه الفصائل، يعني في هذا الوضع، يعني خاصة إحنا أكثر فصيلة فعالة هم حزب الله والنجباء، وهذول عقائديين مرتبطين باليمن وبلبنان وبإيران، ما راح يتوقفون، يعني هاي المشكلة أنهم ولكن أنت أعطيتنا يا أستاذ سرمد، ولكنك أعطيتنا بشرة وبشرة للعراقيين بأن قرار السلم والحرب الآن بيد الحكومة، هذا تؤكده لنا الآن يا أستاذ سرمد؟ ثق أؤكده لك وأعتبره من أعلى سلطة، خلاص صاروخ صاروخ من هنا، صاروخ من هنا انتهى، صاروخ من هنا، صاروخ من هنا، أبدا. طيب أبدا. الحكومة العراقية بعد ما جلسوا قبل أسبوع وقرروا بأنه القرار أنه إيران ما يجب أن نسيطر عليه في هذا الموضوع، طيب. وما نتخذ، أكرر عليك، ما نتخذ أي قرار يعني يفرض علينا من إيران، هاي نقطة، بلد طيب. جار أوكي، لكن في هذا الموضوع لا، الموضوع الآخر طيب. قرار الحرب والسلم باتفاق إدارة الدولة طيب. فقط بيد الحكومة العراقية وبيد القائد العام للقوات المسلحة. طيب أنا كنت مؤجل الأستاذ علي إلى ما بعد الدكتور حسن هاشميان لأسأل إذا ما انكشفت إيران هذا الانكشاف، والآن اللهجة يعني ارتفعت، ولكن باعتبار أنك أتيت يا أستاذ سرمد على أن قرار الحرب والسلم هو بيد الحكومة، يعني هذا دفعني بشكل مباشر إلى الأستاذ علي سبيتي لأقول تشاهد وتسمع يا أستاذ علي، قرار السلم والحرب يجب أن يكون ضمن المؤسسة الرسمية،
وهذا ينسحب على لبنان، يجب أن يكون كان قد حدث منذ زمن كي لا يقع لبنان بهذه المشاكل. مساء الخير لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين الأعزاء. يعني يبدو أن التغيير في المنطقة هذه نوع من هذا شكل من أشكال إرهاصاته. يعني نحن أمام إرهاصة عراقية من ضمن الإرهاصات التي يريد أن يطير بنفسه العراق عن المحور. يا أستاذ علي، يعني لماذا تعاتبونه أنتم؟ الشاطر الذي ينجو بنفسه الآن. لا، هو أنا بتقديري هو يقارب الموضوع من زاوية أن الحكومة على مسافة قريبة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي هي جزء من التحالف الأساسي مع إيران، كما أن مكونات هذه الحكومة مكونات غير مبتعدة مع الجمهورية الإسلامية، وهي بالذات الخندق وبالذات الموقع النضالي والجهادي والإسلامي. يعني كثير من المشتركات الكبيرة بين العراق وبين إيران لا يستطيع أحد أن يفصل بينها. بالتأكيد لا يستطيع العراق أن يذهب بعيدا عن إيران، ولا تستطيع إيران أن تكون بعيدة عن العراق. هناك مشترك كبير جدا. فأعتقد إذا ما كان يشير إلى أن هناك نوع من الاستقلالية بالمعنى الوطني، هذا نوع من التحية، ولكن بالمعنى الانفصال هذا بتقديري غير واضح، كما هو الحال بلبنان مقاربة مع لبنان. الحكومة بلبنان والمقاومة هما صنوان، لذلك لا يفترقان، باعتبار أن مكونات الحكومة مكونات مقاومة. ولو كانت بالحكومة ذات تكوين مختلف عن تركيبة المقاومة، معدن المقاومة وتحالفات المقاومة، لكانت طبعا الموقف كذلك في لبنان يختلف جدا. ولكن أنا أعتقد الحكومة في لبنان وفي العراق يتصلان بشكل مباشر بتحالف قوي جدا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي هم جزء حتى من الاستراتيجية الإيرانية، خاصة في بعدها الإسرائيلي. يعني لا يستطيع العراق حتى في مسألة الصراع مع العدو الإسرائيلي أن ينأى جانبا وأن يكون حياديا في هذا الموضوع. يعني أستاذ علي، وهذا ما يلامس ما يلامس عروبية العراق. طيب. والعراق هو تأسس على بعد صراعي مع العدو الإسرائيلي، سواء كان بهويته البعثية أو بهويته الآن الإسلاموية أو بمكوناته الطائفية والسياسية. فإذا نحن أمام عراق له بعد فلسطيني. طيب، جميل، ولكن هو حب نهائي للأبد. يعني أستاذ علي، يعني أنا أفهم منك بأن لا العراق قادر على أن ينفصل عن إيران ولا لبنان كذلك، يعني وهذه مشكلة. دكتور حسن هاشميان، مرحبا بك. إلا بتغيير التوازنات. طيب، سنأتي على تغيير التوازنات. انكشفت إيران الآن أمام ما يجري، وبالتالي هي عليها أن تغير سياستها، أو أنها ترفع وتيرة التحدي أكثر، وبالتالي يعني ممكن تتغير التوازنات كما يقول الأستاذ علي، لصالحها يعني مرة أخرى. نعم، تحياتي لكم ولضيوف الكرام ومشاهدي البرنامج. أنا أعتقد أن النظام الإيراني الآن في ورطة جدا كبيرة ومكشوف طبعا، والخطوط الدفاعية التي كانت له في لبنان أو مكانات أخرى الآن لم تستطيع أن تدافع بقوة عن النظام الولي الفقيه، ولذلك هذا النظام هو الآن مكشوف. ولكن هناك بعض المعادلات الدولية موجودة، مثلا علاقة حكومة بايدن بالنظام الإيراني والضغوط التي الآن نشهدها في الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل دخول في عملية مدروسة ومحسوبة ومحدودة، ولذلك هذا يخدم النظام الإيراني. يعني الآن الأمور تغيرت من الخطوط الدفاعية من الوكلاء إلى معادلات دولية، وهذه المعادلات الدولية لا تريد الآن أن تقضي على هذا النظام بشكل كامل، لهناك ملاحظات وحسابات واعتبارات معينة موجودة. ولذلك أنا أعتقد أن هذا هو الذي يضغط عليه النظام الإيراني. طيب. ويرغص على وتره، يعني كل سياسات النظام الإيراني الآن مركزة على هذا الوتر وعلى هذه القضية.
كيف تؤثر في المعادلات الدولية، وكيف ترضي مثلا السيد بايدن والإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة حتى تضغط على إسرائيل بعملية محدودة ومدروسة ومحسوبة. طيب. دكتور إيلي الياس، مرحبا بك، تأخرت عليك قليلا، ولكن أريد أن أعرف مصير لبنان من القبضة الإيرانية، كيف يمكن أن يكون في الفترة المقبلة باعتبار أن حزب الله هو من يمثل وهو المرتبط بإيران وهو صاحب اليد الطولة في هذا البلد؟ مساء الخير أولا لك ولضيوفك الكرام. مساء النور. طبعا هذا السؤال اسمح لي قبل أن أجيب عليه بشكل مباشر أن أعلق بكلمتين على ما تفضل به ضيوفك الكرام. تفضل. نظرية أن الحكومة العراقية أو الحكومة اللبنانية هي بتماهي متكامل مع الخط الإيراني أو خط المقاومة، هذه طبعا من البروباغندا السياسية الإيرانية التي تحاول أن تقول بشكل طبعا غير واقعي لكل المعنيين في ملف الشرق الأوسط أنها تمتلك هذه الساحات. ولكن الحقيقة دعني أتكلم عن لبنان قليلا. الحكومة اللبنانية الأخيرة تشكلت لأن السياديين أي المعارضين لما يعرف بحزب الله ومحور الممانعة قرروا التخلي عن الدخول والشراكة في هذه السلطة التنفيذية لعلمهم المسبق ولإدراكهم أن المشروع الإيراني يريد أن يزوج لبنان والشعب اللبناني في هذا الدمار الهائل الذي للأسف أصبحنا نشاهد التصعيد الكبير الذي يحصل منذ أقله 3 أسابيع الماضية، وهم الذين كانوا يحاولون دائما أن يجنبوا هذه المواجهة عبر طلب من حزب الله فك ارتباطه بإيران والتخلي عن سلاحه للدولة اللبنانية والجيش اللبناني. ولكن للأسف التحالفات التي تكلم عنها ضيفك الكريم هي تحالفات مبنية على مصالح ضيقة اقتصادية ومالية، على طبقة سياسية تحاول دائما التغطية على الأعمال غير الشرعية إن كانت مالية أو عسكرية لحزب الله عبر الحدود وغيره أم المطار أو غيره، وبالتالي طبعا الثمن هو الوصول إلى هذه السلطة وتغطية حزب الله. للأسف هذه الحكومات، وهنا لا أريد أن أتكلم عن العراق بشكل مسهب، هذه الحكومات كانت دائما تصطدم في هذا الحائط ما مقابل ما الذي يحصلون عليه من غنائم إذا صح التعبير في السلطة هو السكوت عن أعمال حزب الله. والآن نحن في للأسف في امتحان كبير جدا، ولا أعتقد أن أحدا من الدول الغربية أو الأقليمية هو جاهز أن يأخذ طروحات هذه السلطة وهذه الحكومة على محمل الجد. إنما يحاولون القيام به اليوم هو إنقاذ حزب الله. طيب. دعني أشير قليلا إلى ما حصل بعد العام 2006 وتجربة العالم. قبل ذلك دكتور. نعم. دكتور إيلي المعذرة، قبل ذلك نحن لا نبتعد عنكم كثيرا، هذه الصورة للمبنى المستهدف الذي تم الحديث عنه قبل قليل من قبل الحكومة السورية، هو اعتداء إسرائيلي على حي المزة، تحديدا هذه الصورة للمبنى المستهدف، ونحن توقفنا عند هذا المبنى ورأينا كيف كان المشهد من هناك. إذن هذا هو المبنى المستهدف في حي المزة. تفضل دكتور إيلي. نعم، كنت أحاول أن أشرح لك أن ما حصل بعد حرب تموز 2006 كان طلب مباشر من حزب الله في الأسبوع الثاني للمواجهات العسكرية من الحكومة اللبنانية آنذاك، والتي كانت بقيادة أو برئاسة فؤاد السنيورة. وفؤاد السنيورة معروف انتمائه السيادي في الخط المعارض لحزب الله، واستطاعت هذه الحكومة من أول لحظة أن تقول أن ما يحصل في جنوب لبنان، أتكلم عن عام 2006، أن ما يحصل في جنوب لبنان ليس له علاقة بالدولة اللبنانية ولا بالشرعية اللبنانية، وبالتالي استطاع أن يوحد اللبنانيين الغيارة على مصلحة لبنان وأن يصل إلى اتفاق أو إلى قرار دولي عرف بال 1701. وكان قبول إيران وحزب الله بهذا القرار فقط لوقف الأعمال العسكرية، وكما تبين أنهم أخذوا هذا القرار لفترة 15 عاما ليعودوا ويبنوا هذه الترسانة العسكرية. وبالتالي اليوم نحن نتكلم عن حكومة ملتزمة بشكل كامل وخاضعة لحزب الله، ولا أعتقد أنهم يستطيعون أبدا إقناع المجتمع الدولي أنهم يريدون وقف إطلاق نار لإرسال الجيش إلى الجنوب أو وقف حزب الله على 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 حده. طيب. نحن لنتفق على مسألة ضيوف الأكارم بأن محور النقاش هو ما يجري ما بين إيران وإسرائيل،
وتدفع ثمن ذلك المنطقة، سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو حتى في اليمن. إسرائيل تقول بأن إيران دعمت أذرعها في هذه المناطق وفي هذه الدول، وبالتالي أنا لا أسمح هذا أمن لي، وهي تلاحق. لذلك نناقش فكرة يعني تعاطي إيران في المرحلة المستقبلية. أستاذ سرمد، كيف سيكون تعاطي إيران في المرحلة المقبلة باعتبار أن إسرائيل يبدو بأن لا أحد يلجمها، يعني فعلت ما فعلت بغزة وتفعل ما تفعل الآن بلبنان، وكذلك هذه الاستهدافات في دمشق الآن؟ يعني أنا لا أتكلم عن من الجانب الإيراني، فهم أحرار بما يفكرون فيه، لكنهم يقولون إذا ردت إسرائيل عبر عملية معينة على المنشآت الإيرانية ممكن أن يردون بضعف الصواريخ اللي أطلقوها بالضربة الأولى. لكن أنت في كل أحوال العراق مو دولة مواجهة، لكن يا أستاذ حسين المشكلة إحنا صايرين ممر لعبور الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي أريد أن أنبه عليها، إسرائيل أمامها حل لضرب إيران، يا أما تضربها بصواريخ توماهوك وكروز وهذه تطلق من السفن أو من B-52 وهي مصير. الحالة الثانية راح تستخدم طائراتها، طائراتها راح تحتاج إلى عملية تزود بالوقود لمرتين، عملية إرضاع جوي مرتين، سواء F-35 أو F-16. هذا تنكر الوقود وين راح يتوقف؟ اعتيادي ما راح يخدمهم فوق الأراضي الأردنية، فاحتمال يكون يا أما في شمال السعودية يا أما في غرب العراق. أيضا راح ندخل إحنا بهذه الإشكالية. المشكلة الأخرى اليوم أنت سألني، متأكد ضيوفك يقول إذا قرار الحرب والسلم بيد الحكومة العراقية لماذا لا تسيطر على الفصائل الموجودة؟ طيب. أنا أقول لكم بأنه الفصائل يعني ما تستهين بها، عندها غورنيت وعندها صواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى وعندها الأرقب وعندها مسيرات. العراق اليوم يوم ما تروح تحرر القدس إذا عندها كل هالمعدات العسكرية يا أستاذ سرمد. يعني أستاذ حسين عزيزي، أنا بس أوضح لك الوضع العراقي. أنا داعش قبل 4 أيام استشهدي 4 جنود في كركوك وانجرحة وعدة تالي. اليوم احنا عندنا ضربة بالF-16 على منطقة العيد في صلاح الدين وقتلنا 5 دواعش. الداعش بعده يتحرك. لكن أنا أقول لك فلنطمئن، لأن عندنا اتفاقية أمنية HMC مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحاب التحالف الدولي، فأعتقد بأنه أمريكا راح تشارك يعني في منع الضربة عن العراق. لكن كضربة تحدث على الفصائل احتمال كبير جدا. ربما عندهم بنك أهداف قالوا أنه 38 هدف للفصائل العراقية هم تحت يعني تحت منظار إسرائيل. هذا الموضوع طبعا إذا ضربوا فاعتيادي راح أيضا راح ينجر العراق ليس كحكومة، إنما راح أيضا الفصائل راح ترد. وأنا أقول لك انتبه على ما غرد بعلي به أبو علي العسكري القريب من حزب الله، من قال نوه إلى ضرب مصادر الطاقة. أستاذ حسين هذه خلي لي إياها بين هلالين، انتبه على هذا الموضوع، نوهوا على ضرب مصادر الطاقة. أنا منتبه على هذا الكلام وأعرفه تماما، ولكن يعني كرمى لعيون من يا أستاذ سرمد وأستاذ علي يجري في المنطقة ما يجري الآن، يعني حتى هذه الأصوات. وهنا أسأل الأستاذ علي السبيتي، المرحلة المقبلة، تذكر أنت من نحو أسبوع كنا نتحدث بأن نبيه بري من الممكن أن يكون رجل المرحلة المقبلة، الآن نعيم قاسم يقول أنت الأخ الأكبر، يستطيع الرجل الآن في الفترة الحالية أن يمضي بلبنان نحو محيط لبناني لبناني بعيد عن هذه التحزبات، بعيد عن تسليم القرار للآخر؟ أستاذ علي، صديقي الشيخ حسين، بتقديري لم يعد الموضوع بيد اللبنانيين ولم يعد بيد الرئيس نبيه بري أو بغيره. الآن الموضوع القرار الحرب والسلم بيد نتنياهو، يعني بغض النظر إذا وافق فلان أم لم يوافق، لم يعد تجاوز الجميع. الآن الموضوع بيد نتنياهو، ونتنياهو ماضي في عمليته الهمجية الممنهجة بطريقة تستدعي دخول لبنان برا.
نحن أمام اجتياح إسرائيلي. يعني ماك واحد عنده سلطة على نتنياهو معقولة؟ يعني استاذ علي ما حد عنده سلطة على نتنياهو؟ هل من المعقول ذلك يعني؟ إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لم تلوي ذراعه وبالتالي عملت ديل معه أنه در دبابتك صوب جنوب لبنان ولبنان وافعل ما تشاء نتيجة أن هناك استثمار سياسي في البازار الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية. وإضافة إلى ذلك هناك سيناريو معد، يعني نتنياهو صرح بشكل واضح يريد تغيير موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، بمعنى أنه يريد إضعاف إيران وإضعاف إيران من خلال تحالفاتها، لأن قوة إيران جزء كبير منها هي نتيجة التحالفات التي تعتمد عليها وخاصة حركة حماس وحزب الله. لقد ضرب الكثير من بنية حركة حماس والآن يتوجه إلى تصفية حزب الله. يعني أستاذ علي، طيب أستاذ علي، جميل جميل جميل، يعني الكل يبحث عن مصالحه، ولكن الآن ينام أبناء الجنوب حفاة لا يجدون طعاما، نساء وأطفال، كرما أن تكون إيران قوية. يعني متى يتخلص اللبنانيون والسوريون والعراقيون واليمنيون من 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 هذه الهيمنة؟ يعني هي مسألة ليست هيمنة بقدر ما هي المشترك الديني والمذهبي والسياسي. يا أستاذ علي، أذربيجان دولة شيعية، نسبة الشيعة فيها أكبر من إيران، والعلاقة بين إيران وأذربيجان بينهما ما صنع الحداد. يعني لماذا يحبون هذه البلدان وشيعة هذه البلدان أكثر من أذربيجان والمرشد أذري؟ ما هذا المشكلة أن الحق مع إيران ويدور معها كيفما دار. يعني مش المسألة أن أنا وأنت أن نقول، يعني الآن العقل الشيعي إذا أخذنا هذا المنطق يرى بأن إيران هي الحق المطلق، وبالتالي الدفاع عن هذا الحق المطلق واجب شرعي وأخلاقي وديني وإنساني. جزء وتاريخي. منه أستاذ علي، جزء منه هذا لأن هذا المذهب هذه جزء العلاقة. منه يا أستاذ علي، اسمح لي هذه نقطة مهمة. جزء صحيح. منه صحيح. جزء منه يرى هذه معك. الرؤية لأن المذهب أقدم من إيران بنحو 600 سنة. يعني المسألة ليست مسألة يوم ويومين. دكتور إلي، ما المطلوب الآن من اللبنانيين أنفسهم من أجل أن يتخلصوا من هذا العبء؟ كما يقول جزء كبير من أبناء وطنكم، يقولون نحن نريد لبنان للبنانيين، سنة، شيعة، مسيحيين، دروز وغيره. صحيح، هذا هو السؤال الأساسي، ودعني أؤكد نقطة أساسية. هناك تباعد كبير بين منطق اللبناني في قراءته للدولة وللقانون وللشرعية وفيما يتفضل به ضيفك الكريم من نظرة دينية أيديولوجية بحتة تعود جذورها إلى بداية القرون الأولى في الإسلام. نحن لا نرى أن لبنان يجب أن يكون ساحة لأي مشروع إقليمي، ونحن نتشارك في نقطة واحدة، أن الكيان الإسرائيلي هو كيان عدو محتل لأراضي عربية، ولكن طريقة الدفاع عن لبنان لا تكون عبر زجه في أتون حرب لمصالح إيرانية. وأيضا إيران في مشروعها الإقليمي هو يتعارض تماما مع رؤية اللبنانيين لأنفسهم ولدولتهم، وبالتالي ليس هناك من أي قاسم مشترك. نحن لا نتكلم اللغة نفسها، نحن لا نرى أن على اللبنانيين أن يكونوا ضحايا هذا المشروع، ولا نرى أن التضحية والموت في سبيل إيران هو المخرج الوحيد في القضاء على الكيان الإسرائيلي أو في القضاء على إسرائيل. نحن نرى أن مسار السلام والتفاوض، ونرى أيضا حل الدولتين، هنا الركيزة الأساسية لإبعاد هذا الخطر عن اللبنانيين وعن طبعا كل المحيط العربي. ولكن للأسف ضيفك الكريم يردد دائما الكلمة التي هي بشكل كبير فيها تباعد كبير بالمنطق اللبناني، وهي ربط هذا النزاع في القراءة الدينية. نحن نعتبر، ولكن أستاذ علي يقول جزء، يعني ليس الكل. يعني دعني أوضح نقطة، ولا أهدد، من قال أنا أهدد؟ يعني أنا أهدد. أبدا لا أقول أن هناك تهديد، هناك تشديد على هذه النقطة. دعني أقول أوضح مسألة أساسية. نحن إلى حد الآن نرى أن هناك إلى حد ما، ودعني لا أكون سطحي في قراءة هذه المعلومات، ربما هناك تحالف ضمني بين
الطرفين المتصارعين الإيراني والإسرائيلي من الناحية الدينية. إن الطرفين يجدان استمرارية لمشروعهما في الخطاب الديني التطرفي، وهذا ما يشكل خطر حقيقي على السلام في هذه المنطقة. إذا كان هناك حكومة غير حكومة نتنياهو وهذا التشدد اليمين الإسرائيلي، ربما كانت الأمور مختلفة. ودعني أضيف نقطة أخيرة، هناك قلق لبناني من أن أي دخول بري للجيش الإسرائيلي هو محاولة غير مباشرة لإعادة السماح لحزب الله وقراءته الدينية للصراع في التموضع وإيجاد ذرائع جديدة للتسلح وجذب الكثير من الشيعة اللبنانيين في هذه المواجهة. طيب دكتور حسن، لن تتخلى إيران عن حلفائها حتى وإن تلقت كل هذه الضربات الآن، بمعنى يعني الحديث عن بيع حزب الله وغيره هذا غير صحيح، لن تفعل ذلك باعتبار أنها اليد التي تضرب بها، وبالتالي تقول بأنني أنا أعادي إسرائيل وهؤلاء هم من سيحررون القدس كما تضع شعارا لذلك؟ لا أعتقد ذلك، هذا ليس الحقيقة. الحقيقة أن النظام الإيراني باع حسن نصر الله والمجموعة، والآن يبحث عن مساومة مع الدول الغربية. طبعا أنتم تعرفون قصة إسماعيل غاني، ولا نضيف إلى قصة إسماعيل غاني قصة عبد الله يان، بأن متهمين في داخل النظام. وانظروا إلى هذه العقلية الموجودة والحاكمة في النظام الإيراني، يعني غاني وعبد الله يان الآن أصبحوا متهمين من قبل النظام الإيراني الحاكم الآن في طهران بأنهم خططوا لسبعة من أكتوبر. ولذلك هذه الورطة التي الآن النظام الولي الفقيه يحاول أن يخلص نفسه منها هي بسبب إسماعيل غاني وبسبب عبد الله يان، هذا ما يقول النظام الإيراني. ولذلك الآن يريد تبرير هذا الموضوع أولا للدول الغربية بأن النظام الإيراني، استراتيجية النظام الإيراني، كل خطط النظام الإيراني لا تتجه ما قام به إسماعيل غاني أو عبد الله يان، وثم الآن يبحثون عن الكف عن الأضرار والتخلص من هذه الورطة ودخول في مساومة مع الدول الغربية. هذه الحقيقة الموجودة في داخل النظام الإيراني. أما في هناك حديث عن الشيعة أن معتقد أن النظام الإيراني هو نظام الحرب، اسألوا شيعة الأحواز، اسألوا 90% من الشعب الإيراني لأنهم شيعة، اسألوا كيف يعمل هذا النظام بالشيعة، كيف يسرق أموالهم، كيف يقتلهم بالشوارع. يعني أي شيعة أنتم تتحدثون عنها أن هذه الشيعة معتقدة أن النظام الإيراني على حق؟ لا أبداً، هذا النظام يمثل مجموعة جدا صغيرة من الإيديولوجيات المتعلقة به، وأيضا وسع هذه الإيديولوجيات مع الأسف في العراق واليمن ومكانات أخرى. هذه الحقيقة المتعلقة بالنظام الإيراني. أستاذ سرمد، القرار العراقي الذي تحدثت عنه أنت وكذلك ما أشار إليه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، هل هو مبني على معطيات بأن الجانب الإيراني من الممكن أن لا يصعد أكثر، وبالتالي بغداد تقول بأنني أنا غير معني القرار الرسمي، وكذلك من ينضوي تحت عباءة المؤسسة العسكرية العراقية يجب عليه أن يلتزم بهذه القرارات، بمعنى لن ينجر أكثر باعتبار أن إيران تهدئ الآن؟ ثق واعتقد يعني أستاذ حسين، أني للمعلومة اللي قلت لك إياها هذه موثقة، بس أنا عندي تعقيب يعني والله على أستاذ علي، يعني من تكلم مو أزعجني آلمني، لأنه هو تكلم بحقيقة المشكلة إحنا يعني نعرفها ونغض النظر عنها، يعني أنه قرار إيقاف الحرب بيد نتنياهو. والله يا أستاذ حسين إحنا ربينا، هو تكلم أنا من السبعينات أذكر حرب أكتوبر، وربينا على كراهية إسرائيل وربينا على هذا الشيء، والله جريمة يعني بأنه إحنا هذا اللي دي يصير بشعوبنا. أنا أتكلم لك عن العراق، إحنا يا أخي ننأب نفسنا، إحنا مو مان صراع عسكري بالوقت الحاضر. أستاذ حسين الله يرضى عليك، خلي يسمعون الضيوف، أنت هذولا مو تفوق جوي عندهم يا جماعة، خلي أتكلمكم بمهنية عسكرية. التفوق الجوي بلدين، هذا عنده طائرات وهذا عنده طائرات، هذا طائراته أقوى، هذولا عندهم سيادة جوية، عندهم سيادة جوية، إيش وقت ما يريدون يقصفون يقصفون، يضرب الهدف براحته، العتاد هو يختاره.
هذه مشكلة. أنت مشكلة الجو إحنا عشناها، وأنا كضابط قديم عشتها وأعرف معاناتها، أنه تجي فترات ما تقدر تتحرك على الأرض، لأنه بس تتحرك أنت مرصود. يعني تفضل، هم حاربهم بالضاحية الجنوبية وضربوا بناية بالمزة. زين أنت أبو سوريا، أبو سوريا، كل هذا الضرب اللي دي يصير، يعني دي يقع على الشام يوميا، ذاك اليوم وهذا اليوم. طيب أدري يا أخي، رد فد رد يشفي غليلنا، على أقل يشفي غليلنا. نقول والله سوريا ردت بكم صاروخ، وقعت طيارة، سقطت مسيرة، ماكو يا أستاذ حسين. يعني طيب هذا الموضوع، ولكن كذلك أستاذ سرمد، أنت قلت لي بأن العراق ليس دولة مواجهة، يعني إلى أي حد هذه حقيقة؟ أي مو دولة مواجهة إحنا. طيب أنا مقتنع أنه مو دولة مواجهة، بس كيف تقنع قيس الخزعلي واثق البطاط ومن يملك السلاح؟ والله مو يا أخي، هذا إحنا يعني في هذا أخي، إحنا لحد الآن كهرباء ما عندنا أستاذ حسين، لا تعصبني، كهرباء لحد الآن ما عندنا، ساعتين تطفى وساعتين تجي، صار 21 سنة من غير النظام. إحنا عندنا غير النفط نبيعه 95% نبيع نفط ونطي رواتب ونعيش شعبنا. مو أنت صرت مثل إيران قاعدة، اسمح لي، مثل إيران بلد يصنع ويأكل ويشرب ويصنع وزراعة وصناعة وبحر. إحنا ما عندنا هذا الشيء. هاي الحكومات اللي إجت بعد 2003 ما بنت، ما عادت البنية. والله يا أستاذ سرمد، اللي يسمع أبو، إحنا كنا طيب الأولى في التصنيع. والله اللي يسمع أبو عزرائيل يقول العراق فوق القمر، يا أستاذ سرمد، تقنيا وعسكريا وغير ذلك. وين هذا الحكي؟ لا يا أخي، هذا الحكي هسه إحنا نحكي إياه، إحنا نتكلم كلام فني أستاذ حسين. إحنا عايشين عمرنا بفترة، إحنا كان التصنيع العسكري مالتنا، يعني درع العتاد كله اللي يجيني كله عراقي. طيب. البندقية عتادها عراقي، الصواريخ عراقية. طيب. وصلنا، لكنه بالتسعينات وراء غزو الكويت دمروا كل المنشآت. طيب. كل المنشآت اللي عندنا تم تدميرها. طيب هذا الآن الكلام. الآن أما هسه إيران، إيران إيران ما عليها شيء، ما عليها شيء إيران، لا دا تنقصف، لا دا تنضرب، لا من الدا ينضرب، بس احنا ولبنان وسوريا، وهسه احنا ما مضروبين الحمد طيب لله. سوريا اليست هذه الحقيقه اليمن. اليست هذه الحقيقه التي ناقشت بها الاستاذ علي قبل قليل وقال لي بان مصير هذه المنطقه الى حد ما هي، يعني هي قراءه سياسيه له الرجل، يعني هو لا يتحدث عن وجهه نظره، يقول بان جزء من هذه المنطقة، جزء من هؤلاء الناس يعتقدون بأن إيران وإيران وإيران. وبالتالي مرة أخرى أعود إلى الأستاذ علي لأقول، أستاذ علي، الآن المرحلة المقبلة، يعني إذا كانت كل حلفاء إيران يتعرضون لهذا الضغط، الآن أسألك، ما الذي يتوجب على إيران أن تفعله؟ أليس من مهمة الحبيب أن يخفف عن حبيبه ويقول له أنا أتراجع قليلا مثلا إذا كان هذا الحب حقيقي؟ أنا أول شيء بدي هنيك على هالحلقة وعلى هالبرنامج الحلو اللي بيتيح إنه الواحد يقول ما لا يضمره أبداً، وبالتالي يصرح ما يضمر. يعني هناك شيئين، إنه الإنسان هون بيرتاح عم يقول شغلات الواحد ما بيسترجي يقولها بمطارح تانية. أهلاً وسهلاً بك. هذا شيء حلو. لنكن واضحين، إيران جربت الحرب، ومن جرب الحرب لا يعود إليها. طيب. إيران جربت الحرب، ومن جرب الحرب لا يعود إليها. لذلك هي تهرب من الحرب، لأن كلفة الحرب كبيرة جدا، وخاصة أن الحرب ليست مع إسرائيل، الحرب سوف تكون مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحجم من المواجهة لا تقدر عليه إيران، هذا بكل صراحة. هذه موازين القوى، كما يتكلم الصديق العزيز بأن هناك موازين قوى لا تستطيع أنت الآن أن تواجه بالنقاي في الطيارة، بدأ موازين قوى. لكن أقول بمنطق المقاومة يختلف، المقاومة تنتمي، سواء مقاومة حماس أو مقاومة حزب الله، تنتمي إلى المقاومات الكلاسيكية التي تعتمد على التأهيل العقائدي والأيديولوجي، أي على المقاتل، أي على عقيدته في مواجهة التكنولوجيا.
هذا كان موجودا في السابق من خلال الثورات وحركات التحرر القديمة وما زال معتمدا. لذلك لا يمكن لهذه المقاومة أن تحسن من شروط مواجهتها للعدو الإسرائيلي بالتقنيات التي يملكها. هذا 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 هناك في فراغ كبير بين الاثنين. نعود لإيران بس لأقول لك. تفضل سريعا أستاذ علي. إيران 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 لن تقف مكتوب. هي دعمت حلفائها بشكل كبير جدا، أهلتهم تأهيلا كبيرا جدا، وضعت حماس في المكان المتقدم جدا بسرعة البرق. يعني طيار مثل حماس بالفترة اللي اشتغل فيها كان بده سنين ليصير هو ماسك سلطة، بسرعة هائلة وصل إلى السلطة. هذا نتيجة مقومات إيرانية وغير إيرانية طبعا، لأن حماس ليست هي حليفة لإيران وليست تابعة لإيران. حماس جزء من الإخوان المسلمين، تركيبة هي جزء من تركيبة الإخوان. صحيح صحيح. لا نريد أن نسرد أن علاقتها مع تركيا طبيعة أكثر العقيدة. من علاقتها مع إيران. نعم لا نريد أن نسرد طبيعة العقيدة، ولكن طبعاً. ولكنك أتيت على لب الحديث. وكذلك أنت. الأمر مع 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 طيب اسمح لي نعم دكتور. نعم لا بد أن 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 يعلق على هذه المسألة. أتيت على لب المسألة بأن إيران جربت الحرب، هي لا تريد أن تعود إليها، وهذا هو الحاصل على الأرض. يعني هي لا تحارب، يحارب هؤلاء الناس يعني في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن. دكتور إلي، يعني بالنظر إلى ما يجري الآن والعبارة التي قالها الأستاذ علي، إيران جربت الحرب لا تريد أن تعود إليها، ألا يجب على شعوب المنطقة أن تفهم؟ ألا يجب على حلفاء إيران من هذه الأذرع أن يفهموا بأنهم وقود يستخدمون في هذه الحروب الإيرانية؟ نعم، يعني في إجابة على هذا السؤال، إن هذه الشعوب، دعني أقول السيادية، التي لا تنظر إلا يعني مشروعها ليس إلا بإقامة دولة قادرة فاعلة قوية ذات سيادة، طبعا لا توافق على هذا المنطق. وللأسف نحن نشعر الآن بغضب كبير، لأن ما يتفضل به ضيفك الكريم هو أن الإيرانيين جهزوا هذه المجموعات وأقاموا في حرب بالإنابة على هذه الأرض وبدم هؤلاء اللبنانيين أو السوريين أو اليمنيين. ولكن دعني أوضح نقطة مهمة جدا لكي أيضا نستطيع أن نقرأ الصورة بشكل أوضح. ليس هناك حلفاء لإيران، إنهم أذرع إيرانية، أذرع عسكرية إيرانية. كل العمليات التي تمت على حزب الله أو على المقاتلين في سوريا، هناك قتلى إيرانيين من الحرس الثوري الإيراني، وهذا يعني شيء واحد فقط، أنهم أجنحة عسكرية إيرانية، وليس ولو كانوا بأسماء وبأشخاص، بعضهم لبنانيين أو سوريين. هذا الشيء يجب أن يكون واضح جدا، وبالتالي هم سلاح إيراني، للأسف هم سلاح إيراني. أيضا حينما يقول أن حماس أو حزب الله يقومون بعمليات عسكرية، إن توقيت هذه العمليات العسكرية ليس توقيت مبني على مصلحة بلادهم أو شعوبهم أو وطنهم. نحن نعلم أن حرب تموز 2006 كانت للضغط على مشروع أو على اتفاق النووي بين إيران والدول الأوروبية والغربية، ونحن نعلم أن التي قامت به حركة حماس في 7 من أكتوبر هو لضرب هذا المشروع السلام في المنطقة، وبالتالي لضرب أي مشروع يوازي النفوذ. يعني خلال حديثك وقبل يوم يا دكتور إلي، خالد مشعل يقول انتصرنا، والكثير من الفلسطينيين يقولون لا تسألوا خالد مشعل، اسألوا صحيح. أهل قطاع غزة فيما إذا طبعا. انتصروا أو لا. المشكلة يعني حتى في بعض الأحيان الاعتراف هي ليست دعاية للطرف الآخر أبدا على الإطلاق، معروف ما يفعله بالفلسطينيين واللبنانيين، ولكن حتى الاعتراف بالرجوع والخسارة هي شجاعة. أستاذ سرمد، إذا اتخذ الحشد قرار الحرب، ما موقف الحكومة؟ كيف سيكون موقف حكومة محمد شياع السوداني؟ لا أعتقد أنه الحشد يتخذ قرار الحرب، يعني هذه خلي يكون واضحة، لأنه يعني ما أعتقد السيد الفياض أو يدخل الحشد في هذا الموضوع، لأنه المفترض أنه الحشد هو بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، حال مكافحة الإرهاب، حال جهاز المخابرات أو شيء هيئة الحشد، فما أعتقد رح يدخلون بمثل هذه الإشكالية، ثق يعني. لكن أنا أقول لك كفصائل منضوية قد تكون بالحشد
يعني قد ربما هي ماكو معركة، هي لحد الآن أصلاً ماكو معركة يا جماعة يا شباب، هي حرب استنزاف. حتى في جنوب لبنان لحد الآن قصف وقصف متبادل، يمكن تقدموا كم متر إسرائيل، لكن ماكو معركة. وأنا قلت لك يعني كيف يتعاركوا، لازم يروحون إلى جنوب لبنان ويقاتلون من هذه. وبالمناسبة أنا أستغرب صحك قرارات دولية، طيب ليش ما يفتحون جبهة الجولان؟ خل نفتح جبهة الجولان إذا هي صارت حرب العرب ضد هذه، مو خلينا نقول مو حرب إيران ضد، لا حرب العرب. زين يعني إحنا خو ما يبقى نبقى على هذا الضغط، فلذلك اللي يريد يروح لهناك. أما منا إحنا مو دولة مواجهة يا عزيزي، لازم يفوتون على الأردن وسوريا إلا تصير إسرائيل على حدودنا. فلذلك ما أعتقد الحشد، لا ان احنا عندنا يعني نظام برلماني، اعتقد هنالك من يضغط باتجاه عدم زج الحشد في مثل هاي الاشكاليه، انا اعتقد ذلك. نعم طيب، يعني انت تعرف استاذ سرمد، يعني اردت ان اتوقف معك، الحشد تمرد في 29 اب واخذ قرار ضد قرارات القائد العام، يعني المساله يعني لابد ان اقف عندها، يعني المساله الى اي حد محكومه وفيها ثقه، يعني أنه الحشد فعلا سيكون منضوي تحت قرارات القائد العام؟ لا سيكون منضوي زمن الكاظمي. أنت تعرف لأنه من مصلحة البلد بزمن الكاظمي، ما هي مشكلة، هو هي هاي المشكلة. أذكر مع السيد قاسم مصلح أعتقد اللي نعم. صارت في الخضراء يمكن نعم. قرار اعتقال مصلح المتهم بالقتل، تمرد الحشد وتعرف أنت القصة. أي أعتقد خوش، ما احنا متابعينك، القصة كانت مؤلمة جدا، وانا لا احنا عايشة يعني عشتها بهذه الفترة. اعتقد الامور هسه تغيرت، يعني هو اشياء دكتور حسن الاطار يا اخي والاطار التنسيقي قاعدين. نعم دكتور حسن، الجانب الامريكي على ما يبدو بانه يجهد كثيرا في مسألة رسم خطوط الرد الاسرائيلي، ما غايته من ذلك؟ على ماذا يبحث؟ الجانب الأمريكي حساس في موضوعات أولا تتعلق بالملف النووي وكيفية التعامل النظام الإيراني مع هذا الملف واتجاهاته المستقبلية، ولذلك إذا إسرائيل ضغطت على هذا الموضوع ربما هناك سنرى لا يوجد موضوع للتفاوض بين الجانب الأمريكي والإيراني في هذه القضية. وطبعا الملف النووي سينتهي، ولكن ينتهي بشكل ليس ما يريده السيد بايدن، وينتهي ممكن لديه تداعيات أخطر من ما يحصل الآن وما هو الساري الآن في النظام الإيراني. ولذلك بايدن يضغط بأن نتنياهو ليس مستوعب تماما هذه الأخطار الموجودة المتعلقة بالملف النووي، وإذا ضغط على هذا الموضوع وتحرك بهذا الاتجاه وقام بقصف المواقع النووية الإيرانية، بايدن والإدارة تعتقد بأنه لا يستطيع إنهاء هذا الملف بشكل كامل. طيب ما رأيكم الضيوف الأربعة أن نذهب بصلح بين إسرائيل وإيران أو بين إيران وأمريكا كي تهدأ المنطقة؟ موافق أستاذ علي السبيتي؟ يعني هذا نوع من ضرب من الخيال. لماذا؟ لا يتحقق، رغم أن المحال ليس بمحال بعلم المناطق لأسباب متعددة. إذا أخذنا نحن حكينا بالأيديولوجيا وبالعقيدة الدينية عند إيران هذا شيء مستبعد، إذا أخذنا بالمصالح السياسية كذلك الأمر مستبعد. مصالح عادة تتجاوز أي دولة أفكارها وعقيدتها، حتى بين طهران يعني وواشنطن. أستاذ علي لا، المقاربة مختلفة جدا، بالعكس الخط بين الإيرانيين وبين الأمريكان شغال على طول ما بيوقف. نعم. سواء بالواسطة أو بالمباشرة. طيب. العلاقة مختلفة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التعاطي ضروري باعتبار أن دكتور من يسيطر على العالم. طيب. هو يتحكم. بقي ثلاث دقائق فقط أستاذ علي، من الطبيعي أن يكون. طيب. هناك تعاطي معه. بقي ثلاث دقائق دكتور إلي، من الممكن أن يكون هذا هو السيناريو لتخليص المنطقة، علاقة مباشرة سليمة ما بين طهران وواشنطن، وبالتالي تحل الأزمة حتى مع الإسرائيليين، تهدأ البلدان؟ أنا أعتقد أن كل ما تقوم به إيران هي للتوصل إلى اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي
بدورها سوف تضغط على إسرائيل في تجنب أي مواجهة مباشرة مع إيران إلى حين الانتهاء من السلاح النووي والقنبلة النووية. لكن لا نستطيع أن نتوقع أي شيء في هذا الموضوع، لأنه لا نستطيع حتى أن نفهم اللغة أحيانا في السياسة الإيرانية حين يقولون أن إسرائيل هي العدو ولكن العدو الأكبر هي أمريكا، وفي نفس الوقت هم يحاولون أن يجدوا اتفاق مع الولايات المتحدة. ما هو السيناريو أستاذ سرمد خاصة مع خبر، نعم بقي دقيقتان، خاصة مع خبر الآن يقول معلومة يلا هات نشوف معلومة، لم تنقطع الاتصالات أبدا بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. أخذها معلومة، من أقول لك معلومة يعني سامعها من فوق، هذه وحدة. الثانية، في زمن الكاظمي كنت جاي عليكم بالوحدة بالليل، كان مهيئ أنه أمريكا تضرب إيران، كتب لي رسالة للرجل الحي يرزق، قال لي اتدخلت وهدأت الأمور بيناتهم. زين، والآن السيد الشاع يقوم في هذا الدور ببساطة عبر وسطاء آخرين، خلي بالك. فلم تنقطع الاتصالات بين طهران وواشنطن أبدا، مستمرة حسب الأصول. طيب دكتور حسن، الاتصالات لم تنقطع الآن، من الممكن أن يكون سيناريو تهدئة المنطقة علاقة مباشرة بين الطرفين؟ لا أعتقد ذلك. أنا لا أعتقد أن الأمور تتجه إلى تهدئة الأمور. نحن نتجه إلى تصعيد مرحلي أولا بين إسرائيل وبين النظام الإيراني. شكرا جزيلا لكم جميعا. من واشنطن أشكر الدكتور حسن هاشم يان الباحث في الشأن الإيراني، وكذلك أشكر من بيروت مدير مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية الدكتور إيلي الياس، ومن بغداد أشكر الباحث في الشؤون الأمنية الأستاذ سرمد البياتي، وكذلك من بيروت الصحفي علي السبيتي. دمتم بخير.